يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، نرحب فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا كويت، وأيضا يوم جديد يوم الاثنين إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم. وأكيد في حلقة اليوم راح تكون لنا مواضيع وأيضا ضيوف مميزين، وعندنا أيضا مواضيع مختلفة، لكن في البداية أصبح بالخير على نواف. صباح الخير. صباح الورد دانا، صباح الورود وأجمل صباحات هذا اليوم لمشاهدينا الأعزاء. صباحكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله معنا في هذا اليوم ثاني أيام الأسبوع. أتمنى التوفيق للجميع، للموظفين والطلبة الثاني عشر والجميع، واللي معطلين الله يهنيكم. نصبح بالخير على الجميع دانا، والموضوع والانطلاقة عندك. عندنا موضوع خفيف لطيف. حلو. أبي بس أسألك، عشاك أمس شنو كان؟ عشاي أمس أنا والله ما أتذكر صراحة، لأنه يمكن أكثر من عشاء. أخاف مو متعشي. لا مو أكثر من وجبة تصير مثلا الساعة 8 الساعة 10 الساعة، عشان سالفتنا اللي فعلا مرات الإنسان يكون ياكل وجبه متاخر زين، وبعدين يشتكي صباحا من بعض الالام. فحديثنا عن الوجبات، لكن مو اي وجبات، اي وجبه؟ الوجبه الدسمه. الدسمه، لانه يقول لك اخصائيين التغذيه ينصحون انه يعني قبل النوم بساعتين او اربع ساعات يعني تقدرون تاكلون وجبه العشاء، لكن في ناس تسوي سلطه بالعشاء مالهم، فبعدين يشكون بنومهم، نومهم ثقيل. هم عندنا اقاويل ان اذا كليت ثقيل وثقلت يحوشك ياثوم، ما ادري هذا صح ولا لا، مثلاً بس احنا نتكلم عن المشاكل الهضميه اكثر شيء. عشان كذي مساله الاكل قبل النوم يعني بوقت قصير جدا هذا تسبب اشكاليه، مو احنا نقوله، الاطباء يقولونه واهل العلم يقولونه، خاصه ان السالفه مو لنا ترى، مو الكبار، سالفه الصغار اكثر، لانه بالعطله عاده يكون السهر هو سيد الموقف لكثير من الابناء وذلك ايضا الاباء، فتصير الوجبات اكثر من وجبه. فمثلا اذا كانوا يتعشون الساعه 9 ممكن تصير 12 في وجبه، ممكن الساعه 2 وجبه. فهذا كل هالاكل هذا وين يروح؟ الله اعلم. وبعدين نشتكي من السمنه، وبعدين ندش نادي، وبعدين فشيء يرتب على شيء. المشكله شنو نواف؟ الوجبات السريعه بالليل خصوصا بالضبط. اليهال يعني اذا تعودوا على الطلبات الو على طول بضغطه زر يعني يوصلهم الطلب، فهم هذا الشيء لازم الاهالي يعني ينتبهون له. حطوا سناكات وايد حق عيالكم على اساس انه اوكي اذا جاعوا يلاقون الخيارات الصحيه وياكلونها. بعد انا كل ما ارد مرات اكون راد مثلا من دوني وكذا الساعه تقريبا 11 12 اشوف ما شاء الله دليفري هذا شغال يعني سياكل كلها مره توجه كلهم البيوت. فهذا المشكله في ان سهوله الوصول. ليش الناس عاده يقولون قبل كان الوضع افضل بالنسبه للصغار؟ لانه ما كان في سهوله الوصول الى المطعم مثلا بشكل اسهل للصغار. ممكن الكبار ما فرق شيء، لكن الصغار كان شوي صعب، خاصه الان في تطبيقات، فما له داعي اتصال، ما له داعي كذا، مجرد اختيار وكل المطاعم وكل الوجبات موجوده في هذا الاختيار. القصه كلها بالوعي، ولا الحرمان ما راح يعالج. صح صح نواف، لكن نقدر نقول اخصائيين التغذيه يعني موجودين حق اللي ما يعرف او ما يعني ما يقدر انه يغير من نظامه الغذائي، روحوا حجزوا موعدكم وحطوا نظامكم الغذائي الصحي، اهم شيء بدون حرمان. نواف احنا نبي نظام غذائي صحي لكن بدون حرمان، عادي الواحد ياكل بس ما يكثر اهم شيء، وعشان الواحد ما يشتكي لا من حارج ولا من اشياء يعني ممكن تاذي بالنهايه. لذلك يقولون اهل الاختصاص وأهل اختصاص التغذية بأن العوض في المكسرات مثلا، أو العوض يكون في الفواكه، فيعني حاول تكون قدامك بعض الفاكهة، وحتى والله الفاكهة تهموها أنها ممكن تزيد سكريات، خلونا ناكلها يعني حبة واحدة نواف بس واحدة كافية؟ ما أعتقد والله، خاصة أن الصيف هو ليش المسألة بالصيف أكثر ما تكون في الشتاء؟ لأن الصيف ليل قصير وعادة السهر شيء طبيعي، يعطش فيه. يعطش ويجوع، فالمسألة كلها في وعي الوالدين، وبعدين وعي هؤلاء الـ يعني الشباب والبنات في هذه الاعمار بان اكل اخر الليل لازم يكون اقل شيء ساعتين قبل لا تنام. هذه النصيحه اوجهها لكم ولي، انا كنت والله من الناس اللي لان فعلا احيانا المتابعه تجوع الواحد، صح، خاصه لما يكون فيها متابعه افلام وغيره والاعلانات، هذه قصة ثانية. قصة ثانية. احنا هذه دردشتنا الخفيفة عن الأكل وتناول الطعام قبل النوم مباشرة، خاصة للوجبات الدسمة للأطفال تحديدا أو لأعمار المراهقة، تكون بعض الأحيان تكون خطرة، هذا الكلام حدده كثيرا المختصين في هذا المجال. عندنا فقرات ومواضيع لهذا اليوم وضيوف، خلونا نشوف معاكم هذا البرومو ونرجع نبلش حلقتنا.
ضيوف حلقة اليوم الدكتور عبد العزيز الفرحان، عضو هيئة التدريس بكلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. الدكتور طارق الرشيد، عضو هيئة التدريس بقسم علوم البحار بجامعة الكويت. ابتسام القعود، رئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات. قبل 5000 سنة كان لجون الكويت وجزيرة فيلك تراثهما الحضاري الخاص. يقع سوق الكويت القديم في تعرضت الكويت إلى أمطار غزيرة يطلقون عليها سنة الهدى. في منتصف الليلة هبت رياح نشطة تصاحبها أمطار غزيرة. معي سير رمضان كل أسبوع راح أعطيكم معلومة أربطها مع الطقس والمناخ. صباح الخير، معكم محمد ويسان، أقدم لكم اليوم أرقى فن وفن تشكيل الزجاج. تابعوني في فقرة جزاز أرت. حياكم الله من جديد، نبدأ معكم مشاهدينا أولى فقراتنا مع حالة الطقس المتوقع خلال اليوم والأيام الجاية. نبديها بالطقس الحالي في مدينة الكويت، درجة الحرارة الحالية 37 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 18%، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعتها 8 كيلومتر في الساعة، الرؤية الأفقية 9 كيلو. ننتقل للطقس المتوقع لمدينة الكويت. نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات من 8 ل 40 كيلومتر في الساعة. ليلا مائل الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط من 6 ل 28 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بتكون 48 درجة مئوية، أما الصغرى 32 درجة مئوية. ننتقل معاكم لحالة البحر، ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من 1 إلى 4 قدم. المد الأول بيكون الساعة 6:30 مساء، المد الثاني راح يكون الساعة 7:50 صباح يوم الثلاثاء، الجزر الأول الساعة 12:50 الظهر، الجزر الثاني الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. أما للمواقيت، غروب الشمس وموعد صلاة المغرب اليوم بيكون الساعة 6:48، موعد صلاة الفجر باكر بإذن الله الساعة 3:13، أما شروق الشمس باكر بإذن الله الساعة 4:48. ننتقل معاكم ليوم الثلاثاء، راح يكون شديد الحرارة، اتجاه رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا، سرعتها من 10 إلى 42 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء العظمى 48، أما الصغرى 34. نروح معاكم ليوم الأربعاء، حار والرياح مثيرة للغبار، اتجاهها شمالية غربية، سرعتها من 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة. أما درجة الحرارة المتوقعة العظمى 46 والصغرى 34. يوم الخميس شديد الحرارة مع فرصة للغبار، اتجاهها شمالية غربية، سرعتها من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس العظمى 47، أما الصغرى 33 درجة مئوية. وكانت هذه النشرة الجوية والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل معاكم إلى فقرة المرور ونواف وأنا بيك. حيات، شكرا دانا على النشرة الجوية. واضح أنه يعني هو هذا شهر 6 عموما على ما تصلين بالسلامة. هو شهر 6 معلوم بهذه الحرارة، وأمس لاحظت ساعة 9 تقريبا، 9 الصبح ولا بالليل؟ لا الصبح، اي 44. فأعان الله، هذا مو 50،
لا 50 طبعا لا ممكن والله تصير الساعه 11 احنا نحسها 50 بس هي مو 50 هي لما يقولش والله محسوسه كذا والدرجه صح كذا فهو هذا شهر 6 ترى على فكره صح يعني خلينا نروح نصبح بالخير على الرائد عبد الله ابو حسن ضابط في اداره التوعيه بالاداره العامه للمرور صبحك الله بالخير رائد عبد الله صباحك الله بنور وسرور صباح عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين صباح. يمكن من خلال استماعنا للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ودي أسألكم سؤال يعني في بداية دائما صار بداية البرنامج يمكن. هو متى آخر مرة شيكت على سيارتك خاصة بما أن احنا في فترة الصيف من الضروري علينا أن نتأكد من سلامة المركبة فمتى آخر مرة كذي طليت خذيت نظرة شيكت عليها نوعا ما فضل. غير احنا ما نتكلم عن الصيانه الدوريه اللي تكون في الشركات لكن نقول احنا الصيانه الاجتهاد الشخصي اللي تشوفه مباشره احيل هذا السؤال لدانا متى اخر مره شفت سيارتي الحمد لله ما فيها شيء بس راح اشيك عليها دام الرائد عبد الله سالنا اتوقع لازم تشيك العنصر النسائي شوي مقل في بالضبط واضح العنصر النسائي مقل نوعا ما في التاكد من سلامه المركبه لكن المسؤوليه تقع على رب الاسره نعم 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 على رب الاسره اللي اذا تعطلت سيارته ما حد ينقذها عموما والله شوف اخر مره تشيك على سياره انا اطلها اهم شيء اتواي البقية تأتي لاحقا لأن يعني الله يكافيك الشر الحين وصلنا فترة الصيف ودرجات حرارة مرتفعة فمحتاجينكم تشيكون يعني في شكل مستمر بشكل دوري حتى لا نتفادى أي تعطل المركبة أثناء استخدامنا للمركبة على الطرقات العامة لذلك الصيانة الدورية مهمة حتى لو على الأقل على الأقل يعني بالشهر مرة تمر فيها المختص في الجانب الفني وهذا فعلا ترى مسألة مهمة رائد عبد الله البعض ينسى من كثر ما يدق سلفه يمشي بسرعة ما يدق من العيلة ما يدق يستغرب إذا تعطلت السيارة ففعلا خاصة الماي موضوع الماي والحرارة هذا موضوع الصيف المعروف فيه يعني أغلب السيارات إذن فاصل قصير وبعد الفاصل نشوف الحركة المرورية لطرقات الكويت مع الرائد عبد الله أبو حسن كونوا معنا بعد الفاصل أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين بكل خير متواجدين معاكم في كل صباح في الإدارة العامة للمرور وبالتحديد في غرفة التحكم اللي من خلالها يتم مراقبة ومتابعة الحركة المرورية عبر كاميرات الضبط المرورية المنتشرة في التقاطعات والطرقات الهامة اللي قاعد تسهل علينا عملية الوصول إلى مواقع الكثافة المرورية ومواقع الحوادث ومواقع الخلل ومواقع أي طارئ قد يتسبب في زيادة في نسبة الكثافة المرورية ويتسبب في عرقلة لحركة السير فبالتالي من خلال هذه الكاميرات بإمكاننا الوصول والاطلاع على طرقات دولة الكويت في على مدار ال 24 ساعة ومن خلال البلاغات اللي وردتنا إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية 112 وما زال جاري التعامل معه وبلغ حادث تصادم على طريق الملك فهد تقريبا مع يلتقي مع الدائري السابع باتجاه النويصيب فبالتالي هناك قد يكون هناك كثافة مرورية نوعا ما في نفس موقع الحادث فنتمنى من اخواننا قاعدين المركبات اخذ الحيطة والحذر والانتباه اثناء القيادة وكذلك ترك احنا نقول ما يشغل قائد المركبة عن القيادة وخاصة التصوير واستخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وخاصة في لحظة المرور بالقرب من الحوادث المرورية البعض يعتقد انه هو قاعد يوصل رسالة ينبه فيها قاعدين المركبات يقوم في عملية التصوير تصوير الحادث تصوير أطراف الحادث تصوير موقع الحادث نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن هذه اللحظات البسيطة اللي أنت قاعد تقوم فيها في هذا السلوك قد يكون بحسن نية لكن للأسف ترجع لك في الحوادث المرورية تتسبب في يعني إحنا نقول المخالفات المرورية والتي تؤدي إلى الحوادث المرورية نتيجة عدم انتباهك أثناء القيادة واستخدامك الهاتف النقال باليد فدائما أترك يعني إحنا نقول المجال لإخوانك رجال الطوارئ رجال الشرطة رجال الإسعاف للوصول إلى مواقع الحوادث المرورية بقيامهم في واجبهم بأسرع وقت ممكن ولا يعني لا تحاول أن تزاحمهم لا تحاول أنك توقف لا تحاول أنك تشاهد لا تحاول أنك نوعا ما أنك تعرقل حركة السير خاصة في نفس هذا الموقع اللي هي مواقع الحوادث المرورية أما بالنسبة للطرقات بشكل عام شاهد أن هناك كثافة مرورية بدأت في يعني إحنا نقول في بداية دخول وقت الذروة في الفترة الصباحية بداية من نأخذ من طريق الدائري السادس نشاهد الكثافة المرورية على طريق الدائري السادس نوعا ما باتجاه المسيلة تكون تقريبا ما بين شارع الغوص حتى تقاطع المسيلة مقابل منطقة صباح السالم يمكن هذا الجزء الأكثر يكون فيه كثافة مرورية على طريق الدائري السادس وكذلك يمكن مقابل منطقة الضجيج هناك كثافة مرورية نتيجة استخدام هذا الطريق من قبل كثير من قاعدي المركبات وخاصة في بقرب من المناطق التجارية وغيرها
من المناطق يعني نوعا ما المزدحمه بالسكان. كذلك بالنسبه لطريق الدائري الخامس الكثافه المروريه متفاوته فيه، القادم من السالميه من شارع عبد الكريم الخطابي باتجاه طريق الملك فهد نشاهد ان هناك كثافه مروريه مقابل منطقه الجابريه، لكن احنا دائما نقول ان الكثافه المروريه في الوقت الحالي اقل من الكثافه المعتاده في الايام السابقه نتيجه دخولنا في فتره الاختبارات، وهذا شيء يعني يؤثر في زياده نسبه انسيابيه الحركه المروريه. وكذلك يعني بدايه عطله بعض المراحل الدراسيه هذا شيء قاعد نلاحظه على من خلال استخدامنا للطرقات العامه خاصه في اوقات الذروه وفتره الصباحيه وفتره ما بعد الظهيره. اما بالنسبه يمكن كذلك الموقع الاخر في على طريق الدائري الخامس اللي يكون فيه كثافه مروريه هو بالقرب من التحويله المروريه اللي موجوده اللي هي مع شارع دمشق، وبالتالي هناك تحويله مروريه تؤدي الى زياده نسبة الكثافة المرورية، هذا شيء طبيعي نتيجة تغيير معدل السرعة في بالقرب من هذه التحويلة. كذلك ننبه أخواننا قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة خاصة باستخدام الطرقات بالقرب من التحويلات المرورية حتى لا تعرض نفسك لأي حوادث مرورية، لأن دائما السرعة المحددة في هذه التحويلات هي السرعة يعني الأأمن من خلالها اللي بإمكانك تستخدم المركبة بدون أي انحراف بدون أي خروج على المسار، وخاصة في نفس هذه التحويلات المرورية. أما بالنسبة كذلك لطريق الدائري الرابع، طريق الدائري الرابع نوعا ما يكون هو الأعلى كثافة مرورية بالنسبة للطرقات نتيجة يمكن احنا نقول يعني وقوع ما بين العديد من المناطق التجارية ويعني استخدامها من قبل الكثير من قائدي المركبات، وكذلك يوصل من المناطق السكنية المناطق التجارية المناطق الصناعية، فبالتالي يكون عليه كثافة مرورية عالية، وكذلك يخلو من حارة الطوارئ في حال وقوع أي حادث بسيط أو أي مشكلة يؤدي إلى يعني تراكم مركبات بشكل سريع على هذا الطريق. وبالتالي هذه نصيحة كذلك نوجهها لإخواننا المواطنين والمقيمين خاصة في حال تعرضهم لأي طارئ خاصة في بداية فصل الصيف مثل ما تكلمنا في البداية، وارتفاع درجات الحرارة لأي مشكلة لأي عطل مفاجئ، من الضروري عليك أنك يعني نقول تخرج من الطريق قدر الإمكان، تأخذ الجانب الأيمن من الطريق، خاصة بالنسبة للدائري الرابع حاول أنك تطلع قدر الإمكان أقرب مدخل لأي منطقة أقرب مخرج من طريق الدائري الرابع حتى تساهم في انسيابية الحركة المرورية وما تسبب في عرقلة لحركة السير، لأن وقوفك سواء لحادث بسيط تعطل المركبة يعتبر يعني احنا نقول خاصة في الحوادث البسيطة يعتبر تعمد في إعاقة حركة المرور، فبالتالي ابعد عن الطريق. إذا كان حادث بسيط اتجه إلى المخفر المختص اللي يقع على يمين قاعدة المركبة، خاصة في الحوادث البسيطة اللي فيها الصلح، فبالتالي هذا الشيء راح يساهم ويساعد في انسيابية الحركة المرورية، وخاصة في مثل هذه الأوقات أوقات الذروة، وبالأخص طريق الدائري الرابع نوعا ما اللي يكون عليه كثافة مرورية عالية على مدار الساعة. أما بالنسبة لطريق الدائري الثالث وطريق الدائري الثاني فهم متشابهين نوعا ما نتيجة وجود العديد من التقاطعات المرورية في هذه الطرقات، كذلك وجود تطوير شبكة الطرق اللي تمر في طريق الدائري الثاني وطريق الدائري الثالث اللي هو مع شارع القاهرة، فبالتالي هناك تحويل كامل لطريق الدائري الثاني وطريق الدائري الثالث على شارع القاهرة، ومن ثم العودة إلى نفس الطرق، فهي تحويلات كاملة تؤدي إلى زيادة نسبة الكثافة المرورية وخاصة في مثل هذه الأوقات. لكن احنا دائما ننبه ونقول استخدم يعني الطرقات البديلة قدر الإمكان، كذلك تأكد من خروجك في الوقت المناسب، عط نفسك الوقت الكافي للمرور فيه في نفس هذه التحويلات المرورية حتى لا تتعطل للوصول إلى وجهتك المطلوبة، وخاصة باستخدامك هذه الطرقات قدر الإمكان. إذا كان هناك يعني مجال أنك تستخدم الطرق البديلة استخدم الطرق البديلة، إذا ما كان في مجال حاول أنك تطلع في الوقت بكر نوعا ما حتى توصل إلى وجهتك المطلوبة بدون أي تأخير. هذا بالنسبة لطريق الدائري الثاني والثالث. أما بالنسبة للطرق المؤدية إلى المدينة، بداية في طريق الملك عبد العزيز باتجاه المدينة نشاهد أن الكثافة المرورية موجودة، بدأت تقريبا النص ساعة السابقة، دائما تكون بداية الكثافة المرورية على طريق الملك عبد العزيز من بعد الطريق الدائري السادس مع الملك عبد العزيز باتجاه المدينة، قد تتفاوت نسبة الكثافة المرورية لكن الكثافة المرورية موجودة باتجاه الدار الأول، وهذا شيء طبيعي نتيجة دخولنا في أوقات الذروة. كذلك بالنسبة لطريق الملك فهد نشاهد أن الكثافة المرورية فيه بدأت تدريجيا مع دخولنا في أوقات الذروة دائما تكون ما بين تقريبا أو ما بعد الدائري السادس، لكن احنا نقول في فترة يعني عطلة أبنائنا الطلبة والطالبات تقل الكثافة المرورية، في الأيام السابقة تبتدأ من الدائري السادس باتجاه المدينة سواء على طريق الملك عبد العزيز سواء على طريق الملك فهد سواء على طريق الرياض باتجاه المدينة، أما في الوقت الحالي نشاهد أن الكثافة تبدأ ما بعد الدائري الخامس، فكانت تكون الكثافة المرورية أقل وقد تبدأ بالقرب من الدائري الرابع باتجاه المدينة، وهذا شيء طبيعي نتيجة انخفاض معدل المركبات
على طرقات في مثل هذه الفترة. كذلك بالنسبة لطريق الرياض نشاهد أن هناك كثافة مرورية على طريق الرياض باتجاه المدينة، يمكن هذه معظم الطرق المؤدية للمدينة فيها كثافة مرورية، لكن هناك طرق قد تكون بديلة نوعا ما، مثلا اللي يستخدم طريق الملك عبد العزيز باتجاه المدينة، هناك طريق اللي هو شارع الخليج العربي، نشاهد كذلك من خلال الكاميرات أن هناك انسيابية كبيرة في شارع الخليج العربي، فبإمكان قاعدين مركبات أن يستخدمونه للاتجاه إلى مركز المدينة أو إلى مركز الأعمال إلى المدينة عن طريق استخدامهم لشارع الخليج العربي، نوعا ما أقل كثافة مرورية. قد يكون في التقاطعات المرورية والعديد من التقاطعات المرورية، لكن قد إحنا نقول الكثافة أقل، انسيابية موجودة في الحركة المرورية بإمكانك تستغلها للوصول إلى وجهتك المطلوبة أو للوصول إلى مركز المدينة. هذا بالنسبة لطرق دولة الكويت لهذا اليوم، فنتمنى دائما من اخواننا قاعدين المركبات نذكر ونقول صيانة المركبة والتأكد من سلامة المركبة، لأن اليوم سلامة المركبة مرتبط ارتباط مباشر في سلامة قائد المركبة ومن يستخدمها، وكذلك ومن يرافقه ومن يستخدم المركبات على الطرقات الأخرى، لأن تعطل المركبة قد يؤدي إلى حوادث مرورية، وقوف المركبة بشكل مفاجئ قد راح يؤدي إلى كثافة مرورية، يؤدي إلى تعطيل الأشخاص، إلى يعني تفاقم هذه المشكلة. فبالتالي احرص دائما على سلامة المركبة وصيانتها حتى لا تتعرض لأي عطل مفاجئ أثناء استخدامك المركبة على طرقات العامة. هذه كانت أخبار المرورية لهذا اليوم، أتمنى لكم السلامة والوصول الآمن إلى مقر أعمالكم. لكن قبل أن نختم عندنا السؤال اللي دائما ودنا نذكر وننشط احنا نقول معلوماتنا المرورية حول بعض الأسئلة اللي تفيد إن شاء الله أخوانا المتابعين والمشاهدين بخصوص بعض المعلومات المرورية. إن شاء الله يمكن عندنا اليوم المعلومة أو السؤال يقول متى أو ما هي الطريقة الممكنة لتغيير لون المركبة، وما هي الألوان المسموحة ونوع الصبغ وغيرها من الأمور، فشنو هي الطريقة اليوم اللي من خلالها أنا أقدر أو ما هي شلون أقدر أغير لون سيارتي إذا أنا اليوم أرغب في تغيير لون سيارة، شلون أقدر أغير لون سيارتي وشنو المطلوب مني كشخص كمالك مركبة أني أسوي كخطوات خاصة في أمور تغيير لون المركبة، وشنو الألوان اللي أقدر أصبغها إذا في ألوان معينة ممنوعة أو مسموحة أو غيرها. والله نتخيل الراد عبد الله معلم، يعني السؤال في المقدمة والسؤال في الخاتمة، يعني الله يعطيك العافية. يعني اليوم عندنا امتحان امتحانين مو امتحان واحد. عموما خوش سؤال، والسؤال هذا ممكن يتكرر راجع الأسئلة المرورية في هذه الفترة. طيب هي أكيد الفائدة العامة، ودائما المعلومات مثل المعلومات هذه تفيد الجميع. مسألة صبغ السيارة أتوقع يعني العنصر الرجالي ممكن أكثر عرضة له من النساء، فلازم تأخذ إذن أعتقد، هذا اللي أعرفه، والإذن هذا يكون نفس المكان اللي تأخذ منه دفتر سيارة أو الفحص المرور أو غيره. ترى معلومات شوي قديمة، ما أدري إذا معلومة صح. صحيح. أما بالنسبة للألوان، لا بالعكس، هذه معلومات الألوان رغم أنها قديمة لكن هي صحيحة 100% وما زال جاري العمل. بالنسبة للألوان طبعا كإجراءات اليوم الإجراءات صحيحة مثل ما تفضلت، أن تأخذ إذن مسبق من إدارة الفحص الفني. أيوة. قبل تغيير لون المركبة. كذلك بإمكانك إن يعني كمعلومات إحنا ودنا نفيدها فيها إخوانا المشاهدين تابعين، بإمكانك إن تستخدم لونين في صبغ المركبة. يقول لك أنا بحط بخلي السيارة لونين، أقدر أسوي شيء هذا، بحط فيها خط، بإمكانك، لكن عن طريق الإذن أنت راح تطلب تغيير لون المركبة وتحدد الألوان اللي تبيها وعدد الألوان إذا كان لون أو لونين. هذا بالنسبة للإذن المسبق في تغيير اللون المركبة، من ثم تتجه إلى الجراج وتقدر تعطيه هذا الإذن وتسبق حسب اللون اللي اخترته. لكن هناك ألوان ممنوع استخدامها اللي هي الألوان الخاصة في مركبات الشرطة والحرس، يعني اللي هي قريبة إحنا مثل ما نقول لمركبات الجيش أو الحرس الوطني أو الدوريات، هذا يمنع استخدام هذه الألوان ويمنع الاطلاع في ألوان مشابهة لهذه الألوان، فبالتالي تبتعد عن الألوان الثلاثة هذه. تقدر تختار اللون المناسب لك وتسبق سيارتك حسب رغبتك. طبعا بالنسبة لبعض أنواع اللي يعني الصبغ، البعض قاعد يتساءل خاصة في الوقت الحالي مع تطور عملية الطلاق وهناك كل أصباغ جديدة دخلت في السوق، فالبعض يتساءل يقول لك اليوم أن أنا بصبغ صبغ لكن الصبغ هذا أقدر أشيله في وقت معين، يعني قد يعتبر مثل مادة البلاستيك، يعتبر مثل مادة الستيكر. فإحنا بدنا نوضح أن الستيكر في الوقت الحالي أصبح مسموح لاستخدامه كنوع من أنواع الصبغ لتغيير صبغ المركبة، فبإمكانك أنك تستخدم الشيء هذا لكن بعد كذلك مراجعة وأخذ الموافقة من إدارة الفحص الفني. فاليوم عندك كامل حرية أنك تختار اللون المناسب، نوع الصبغ إذا كان صبغ عادي أو ستيكر،
لكن بعيدا عن الألوان الخاصة في مركبات الجيش والشرطة وكذلك الحرس الوطني، يعني المركبات الخاصة بالمركبات العسكرية، الألوان الخاصة بالمركبات العسكرية يمنع استخدامها. أخذ الموافقة، حدد إذا تبي لون أو لونين، واختار نوع الصبغ، وكذلك يسمح في الطلاء المطفي. البعض يبي يقول لك أنا ودي أحط الصبغ المطفي كغير كجمالية، أنا حاب أني أصبغ بالصبغ المطفي اللي هو غير لامع، فبإمكانك كذلك أنك تستخدم هذا الصبغ، لكن بعد أخذ الموافقة الأولية من إدارة الفحص الطبي. والله أتمنى أبو خالد سمع النصيحة، يعني تكونوا استفدتوا معنا في مثل هذه المعلومات. أتمنى أبو خالد مصورنا سمع النصيحة، أن أكثر واحد يغير سيارته. عموما شكرا راد عبد الله على هذه النصائح، راد عبد الله أبو حسن ضابط في إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، على هذه النصائح وأيضا حركة المرورية لهذا اليوم الاثنين. أكيد نواف، بناخذ هالفاصل القصير وبعدها نرجع لكم. يلا. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما عودناكم في كل حلقة كل يوم من برنامج صباح الخير الكويت، لدينا الفقرة الرياضية اللي الكابتن علي حسين يعطينا فيها نصائح بالعالم الرياضة وأيضا التمارين اللي تصلح لفئات عمرية متعددة أو حتى جميع الأعمار أو نوع الرياضات اللي ممكن تسويها في البيت أو تحتاج إلى خارج البيت. خلونا نشوف معاكم الفقرة الرياضية مع الكابتن علي حسين. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، صباح الخير وصباح النشاط. نرحب فيكم في فقرتنا الصباحية في فقرة الرياضية. اليوم التمرين يستهدف تقريبا جميع عضلات الجسم وبالأخص عضلة القلب، فتمرين اليوم يساعد الناس اللي حابها نزيد من اللياقة البدنية، أنا حابها تزيد من زيادة القوة والتحمل في البدن. تمرين اليوم جدا راح يساعدكم وراح يخدمكم في النقاط هذه. في البداية قبل ما أبدأ بالتمرين أحرص أن أطبق الإطالة الحركية، لأن تمرين اليوم راح يكون على جهاز الرور. جهاز الرور يعتمد على تقريبا جميع عضلات الجسم، خاصة تمارين السحب وتمارين الدفع في نفس الوقت، فنحرص أن نطبق الإطالة الحركية. أول شيء أحرك عندي منطقة الأكتاف بالشكل هذا، لاحظ الحركة تكون حركة كاملة، تالي أعكس عندي لجهة الأمام بالشكل هذا، تالي للداخل، لاحظ الحركات جدا بسيطة وسهلة، حيث أني أقدر أحرك أو أني أزيد من الإطالة الحركية أو الإحماء ما قبل التمرين.
لاحظ بالشكل هذا كدف، تالي تكون للداخل بالوضعية هذه، وبدل عندي تالي الجزء الآخر وللداخل. نبدأ في التمرين بشكل مباشر. في البداية راح أكون جالس على جهاز الراور، أكون قاعد بالطريقة هذه. لاحظوا وياي قبل ما أبدي ضروري أن تكون القدم داخل مستوى الهولد للأقدام، أسحب الاستراب بالطريقة هذه أو أخذ القبضة بالطريقة هذه. مسكت القبضة، لاحظوا وياي راح أسحب بطريقة كاملة إلى أسفل الصدر بالشكل هذا، وأدفع في نفس الوقت في عضلات الرجل. في التمرين يستهدف تمارين نفس ما نقول الدفع وتمارين السحب في نفس الوقت. ضروري أن الأكتاف تكون للخلف، ممكن البعض يطبق التمرين بحيث أكتافه تكون للأمام. الغرض أن الوضعية الظهر والجلوس والظهر تكون في وضعية استقامة، بحيث أني أقدر أني أسحب بشكل كامل بالشكل هذا كسحب كامل. لاحظوا وياي عملية السحب والظهر بالشكل هذا، تالي أريح. لما أريح حط القبضة ثاني مرة على الستاند اللي كانت فيه. نفس ما لاحظنا بالنسبة إلى طريقة التمرين، أول شيء أخذ القبضة وقبلها أنه يكون المستوى الشدة على حسب المستوى المطلوب، والسحب يكون سحب كامل لآخر مدى حركي ممكن أني أقدر أوصل له. أفرد بالطريقة هذه عندي الركبة مو لآخر حد، فريبي راح يكون في امتناع جدا خفيف في الركبة. بالشكل هذا أسحب طريقة كاملة. راح أدخل وياكم بالجولة الثانية. لاحظوا وياي بالنسبة إلى السحب بالشكل هذا، عندنا السحب كامل تمام بالطريقة هذه. أحافظ على عملية التنفس، الشهيق يكون من الأنف والزفير يكون من الفم، بالتالي أقدر أني أكمل بطريقة أطول وبنفس أفضل بالشكل هذا. تالي أريح، بعدها بالطريقة هذه أفتح الاستراب. فنفس ما لاحظنا بالنسبة إلى تمرين اليوم، تمرين اليوم يستهدف عضلة القلب، يساعدنا جدا لزيادة اللياقة البدنية. ممكن البعض أنه يطبق تمارين الكارديو نفس المشي أو نفس الجري وغيرها من التمارين اللي فعلا تزيد من اللياقة القلبية، ولكن التنوع في التمارين، التنوع في الأجهزة يكون أفضل لصحة الجسم وأفضل كالاستمرارية، لأن كل ما كان في تنوع تكون أفضل من حيث الاستمرارية في أي رياضة كانت. بالنسبة إلى تكرارات أو الجولات، راح نتمرن اليوم بطريقة المسافة، فراح نطبق 4 جولات تمام. كل جولة نوصل إلى 500 متر بالنسبة إلى الجهاز عندنا في الشاشة يذكر أنه سواء إذا الشخص حاب أنه يقرأ قراءات الوقت أو السعرات أو المسافة على حسب الشخص هنا ممكن أنه يفضل في طريقة تمرين. فهذا بالنسبة إلى تمرين اليوم. لاحظنا الطريقة عندنا 4 جولات 500 متر إلى كل جولة إلى ما نوصل إلى 2000 متر، بالتالي هذا 2 كيلو كمسافة تقريبية إذا الشخص يجدف في نسمع نقول القارب التجديف اللي يطبق عليه طريقة الرور. هذا بالنسبة إلى فقرتنا ونصيحتنا اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا، ونطلع فاصل لتكملة باقي فقرات صباح الخير يا كويت.
يا هلا فيكم مشاهدينا، وصلنا معاكم لأخبار الديرة، وأول خبر من جريدة الوسط. العدواني مقاعد لخريجي الثانوية العامة داخليا وخارجيا. طمأن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني خريجي الثانوية العامة بأنهم سيجدون مقاعد لهم في التعليم العالي وفق الشروط والنسب المعلنة سواء في البعثات الداخلية أو الخارجية أو جامعتي الكويت وعبد الله السالم، أو أيضا في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي والتدريب. لذلك مثل الفترة عادة هذا الموضوع يثار، والبعض يعتقد أنه في قلق أن مسألة القبول وغيره، وهذا التطمين من وزير التعليم التربية والتعليم، وبأن المقاعد متوفرة وفي كل الأماكن اللي فيها التعليم الجامعي أكيد. سواء كان خاص أو حتى حكومي. نروح إلى جريدة النهار. وفي جريدة النهار مشاهدينا، قالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها اختتمت مشروع المنصة التعليمية لتمكين المعلمين من استخدام المنصات الرقمية، حيث اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشروع المنصة التعليمية الرقمية، واللي يستهدف أو استهدف البحث عن نماذج عالمية لمنصات تعليمية عالية الجودة وذات تجارب ناجحة لتمكين معلمي القطاع العام من استخدام المنصات الرقمية واختبار البيئة التعليمية واحتياجاتها، بهدف توجيه الطلبة إلى كيفية تعليم أو تعلم واستكشاف مفاهيم العلوم وتنفيذ الأنشطة في بيئة تفاعلية جاذبة. يا دانا، أكيد نواف، ونقدر نقول أن التعليم التقليدي جزء منه انتهى، خصوصا من فترة كورونا شفنا أن الأونلاين دش علينا في عملية التعليم، لذا هذا الشيء يعني وايد مهم وايد ساعد في عملية التعليم. ننتقل معاكم من جريدة النهار إلى جريدة الجريدة. ملتقى صناع المستقبل ينطلق غدا. أعلنت عضوة اللجنة العليا لملتقى صناع المستقبل دكتورة ريم البغلي افتتاح الملتقى غدا، ويستمر 3 أيام ويخدم الخريجين ويتخلله محادثات مباشرة وندوات، كما سيتم افتتاح معرض الفرص الوظيفية إضافة إلى فعاليات متعددة في مركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية، واللي متوهق بالتخصص معين أو وين يتوظف يقدر يزور المعرض ويأخذ المعلومة الأكيدة. هذا أيضا عن التعليم، الظاهر اليوم كله عن التعليم، لكن ناخذكم إلى البيئة. وفي البيئة، هيئة البيئة أكدت في جريدة الراي ضرورة تدوير النفايات البلاستيكية لخطورتها على الصحة والبيئة، حيث أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري ضرورة تدوير النفايات البلاستيكية والتقليل من استخدامها نظرا لخطورتها على الصحة والبيئة البرية والبحرية والنظم الأيكولوجية والاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعادة تدوير نحو 8% منها. دائما موضوع بلاستيك ومشكل مع البيئة، فحرب البيئة مع البلاستيك عادة يكون حرب دائمة، والانتهاء من هذه الحرب هو بأيدي البشر مو بأيدي البلاستيك. أكيد في محلات نواف تجنبوا استخدام الأكياس البلاستيكية، بدلوها بالأكياس الورقية، نوع من يعني من حماية للبيئة. بالضبط. فالواحد لو يبدل هم هالشيء ياخذ معه كيس الورقي او مثل ما يقولون الكرتون ويستخدمه بدال البلاستيك. ننتقل معاكم الى جريده القبس. مؤشر احمال الكهرباء يواصل الصعود مسجلا 1551 ميجا واط مع ارتفاع درجات الحراره امس التي بلغت 43 درجه مئويه. قفز مؤشر الاحمال الكهربائيه وهو الحمل الاعلى منذ بدايه الصيف الحالي، ويتوقع أن يستمر تزايد الأحمال خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا أن إحنا قاعد نستخدم استنترال وايد، فهم هالشيء يعني ممكن يأثر. تكييف هو كان زين والله 1500 هو أكثر من 15500، فعادة مثل هذه الأرقام في هذا التوقيت تحديدا ارتفاعات لاستخدام أو زيادة الأحمال الكهربائية على الطاقة هو أمر طبيعي في الصيف، لكن مع الترشيد خاصة في وجود مؤخرا انتشر مسألة الاستخدام الذكي للإضاءة مثلا أو التحكم بال يعني في مسألة أدوات البيت الكهربائية تحديدا، أنا والله شفتها في ناس عندهم بالتليفون يقدر يتحكم في البيت، خاصة المسافرين ترى ما له داعي يشتغل التكييف. المنزل الذكي قصدك؟ المنزل الذكي ممكن هم هالشيء يخفف من الأحمال الكهربائية. احنا خلصنا أخبار الديرة، ننتقل معاكم مشاهدينا إلى المؤشر والعالم هذا الصباح، بعدها نرجع إن شاء الله.
مشاهدينا يا هلا ومرحبا فيكم وصبحكم الله بالخير في الفترة الأولى من افتتاح بورصة الكويت، يعني حيث بدأت تعاملات بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع على أفضل سيناريو واستطاعت أن تواصل تحقيق المكاسب، وحقق مؤشر السوق العام ارتفاع بنسبة جيدة. كانت السيولة النقدية مشاهدينا اللي وصلت إلى 32 مليون دينار في تداولتها أمس، وكان اللون الأخضر اكتسى جميع قطاعات السوق الرئيسي السوق الأول وجميع القطاعات في شكل عام، ولقينا أن أغلبية التداولات كانت أمس يعني على القطاع المصرفي وهو الملاذ الآمن مثل ما يعني تحدثوا فيه ضيوفنا اللي كانوا معنا أمس في البرنامج. لكن مشاهدينا قبل أن نذهب معاكم الاستديوهاتنا في بورصة الكويت، نأخذكم في جولة سريعة على الصحافة المحلية وتعليقاتها على تداولات جلسة اليوم، ونبدأ معاكم من جريدة الرأي اللي عنونت 10 حقوق أولوية برؤوس أموال نفذت في البورصة. ذكرت جريدة الرأي في عنوانها الصادر أن أداء تداول حقوق الأولوية في الاكتتابات العامة المخصصة للشركات المدرجة في البورصة شكلت وسيلة مرنة لانتقال الحقوق من المساهمين الحاليين بالشركات والبنوك المدرجة إلى آخرين من خلال آليات لعرض والطلب على غرار الأسهم المتداولة على شاشة التداول الرئيسية. وقالت مصادر مسؤولة للرأي إن عدد إدراجات حقوق الأولوية في البورصة بلغ حتى الآن 10 عمليات، إذا اهتمت البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة بإطلاق قواعد تداول حقوق الأولوية في الاكتتابات كخيار بديل للمشاركة في الطرح لمن يرغب من مساهمي الشركات اللي تخضع لزيادة رأس المال، وذلك عبر بيع كلي أو جزئي لحقه في الاكتتابات أو الاكتتاب حسب كمية الأسهم المملوكة له وبالتالي المخصصة له في العملية. ننتقل مشاهدينا من جريدة الرأي إلى جريدة القبس، وعنونت جريدة القبس كامكو إنفست قطاع يقود أرباح الشركات المدرجة. قالت جريدة القبس نقلا عن تقرير شركة كامكو إنفست إن أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفعت وبنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، ونما صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 34.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وساهمت القطاعات الرئيسية مثل البنوك والاتصالات والتأمين في زيادة الربح الإجمالي على أساس سنوي. أخيرا نروح معكم إلى جريدة الأنباء، وعنونت جريدة الأنباء أن تراجع أداء صناديق الأسهم الكويتية إلى 5.4%. وقالت جريدة الأنباء أخيرا أن أداء صناديق الاستثمار المحلية واللي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية تراجع خلال تعاملات مايو الماضي بشكل لافت، وتراوحت خسائر الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء ما بين 2.9% و 5.4% لتزيد من حجم التراجع بشكل عام منذ بداية 2023. وجاء هذا الأداء انعكاسا لمؤشرات البورصة على مدار الشهر الماضي، والتي تجلت في خسائر مؤشر السوق الأول بنحو 418 نقطة وبنسبة 6%، وكذلك تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3% بعد خسارته 166 نقطة. وبالتالي تراجع مؤشر السوق العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 5% بعد خسارته 346 نقطة. إذن مشاهدينا هذه جولة سريعة على الصحافة المحلية وما يعني عنونت أو كتبت في الصحف في هذا اليوم حول تداولات بورصة الكويت لهذا اليوم. سريعا ننتقل معاكم لمبنى سوق الكويت للأوراق المالية واستديوهاتنا هناك وزميلنا عايد العنزي. عايد صبحك الله بالخير.
صباح الخير يوسف، صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. فعلا يوسف كانت جلسة إيجابية، جلسة خضراء بقوة شرائية كبيرة جدا، لاحظنا فيها ارتفاع لجميع المؤشرات وخاصة سوق المؤشر السوق الرئيسي أو العام، كل جميع المؤشرات في المنطقة الخضراء، لكن العام ارتفع 41 نقطة و17 نقطة، سيولة تاوز 32 مليون 300. لاحظنا ارتفاعات جدا طيبة للقطاع المصرفي، بيتك، الوطني، البوبيان، والله أغلب البنوك كانت أمس بنشاط واضح، وكذلك بعض الشركات الاستثمارية كانت نشطة للغاية. كذلك السوق الرئيسي امس يعني كان وضعيته جدا ممتازه، لاحظنا ارتفاعات ايجابيه على اكثر من شركه ما ادى ارتفاع تقريبا اكثر من 20 نقطه مؤشر السوق الرئيسي، وكان الوضع جدا طيب مشاهدينا الكرام، وهي من افضل الجلسات كذلك اللي مرت على السوق الفتره الاخيره، ولكن لين الحين يعيب السيوله 32 مليون و300، يعني اعتقد انه شيء بسيط جدا بالنسبه مقارنه للفتره الماضيه، والفتره الماضيه لاسبابها معينه مشاهدينا الكرام، لكن في هذه الفتره يعني واضح ان الوضع جدا طيب. واعتقد الاغفالات لها دور كبير جدا، اغفالات الربع الثاني لها دور كبير جدا، وهي اخر فتره بالنسبه لهذا الشهر، الشهر الاخير هذا بالنسبه للربع الثاني، لذلك اعتقد ان الشركات قاعد تصعد عشان الاغفالات حتى لا تكبد خسائر كبيره جدا، لعلم ان صديق المحافظ حق كبد خسائر كبيره جدا في الاونه الاخيره. عندي بعض الاخبار مشاهدينا الكرام، لذلك انتقل سويه معاكم لبدايه هذه الجلسه ونشوف الاخبار معاكم، ونتمنى ان شاء الله ان نغطي جميع جوانب الاخبار الموجوده على موقع البورصه وكذلك الموجوده في شريط الاخبار في قاعه التداول، ونامل مشاهدينا الكرام بجلسه ايجابيه بطلبات ايجابيه، وراح تتضح معنا الرؤيه بعد الاخبار، بعد الاخبار تتضح معنا الرؤيه ان شاء الله مشاهدينا الكرام بالنسبه للطلبات للشركات القياديه، ونامل ان شاء الله بمثل ما قلت انا الطلبات تكون افضل حالا من الوضع اللي يعني شفناه في الفتره الماضيه، وكان هناك ضعف واضح في الطلبات، يعني الافتتاح يكون يعني 300 400 الف، هذا ما يوكل خبز امانه، احنا بدنا بسهوله ايجابيه وسهوله شرائيه اكثر منها بيعيه. الاستهلاكية القابضة مشاهدينا الكرام قامت بالتوقيع أمس، وقعت اتفاقية 6 مليون، قامت بالتوقيع اتفاقية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 16 مليون قصيرة الأجل، وذلك بضمان وكالة الاستثمار. المباني، الباني تقول بان قرار الهيئه العامه للصناعه، طبعا الكل يعلم بان قرار الهيئه العامه للصناعه الفتره الاخيره رفعت من اسعار المتر بالنسبه للاراضي اللي تملكها الهيئه العامه للصناعه، قالت الافنيوز قالت المباني بان قرار الهيئه العامه للصناعه الخاص بزياده الرسوم التي تقدمها ينطبق على الارض المقام عليها مجمع الافنيوز، وتم احتساب بدل التخصيص السنوي من قبل الهيئه العامه للصناعه، لتصبح يعني راح تدفع المباني للهيئه العامه للصناعه سنويا 8 مليون و505. بوبيان كيماويات عقد جمعيه العموميه واقرت جميع البنود المدرجه، ومن ضمن هذه البنود توزيع ارباح نقديه بنسبه 60% نقدي، طبعا اعتقد ان تاريخ 21 او 22 تاريخ الحيازه. اما اركان العقاريه فمجلس الاداره يجتمع الاربعاء مباشر بعد باشر لمناقشة البيانات الربع سنوية للربع المنتهي في 30/4/2023. هذا مشاهدينا الكرام قرينا الأخبار عليكم بعجالة، وهي أبرز الأخبار الموجودة على موقع البورصة، لذلك مشاهدينا الكرام نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة جلسة إيجابية، جلسة خضراء بقوة شرائية كبيرة جدا، خاصة للشركات القيادية مما يدفع كثير من شركات السوق للصعود، يعني أهم شيء أن الشركات القيادية تشوفها خضراء وبقوة شرائية كبيرة جدا ينعكس بالإيجاب على الشركات القيادية، لذلك مشاهدينا الكرام نأمل التوفيق للجميع، ونأمل إن شاء الله بطلبات جيدة للشركات القيادية، ومن ثم ينطبق هذا الأمر على كثير من شركات السوق الرئيسي والأمور إن شاء الله تصبح أكثر إيجابية في هذه الجلسة، ثاني جلسات هذا الأسبوع، والكل ينتظر هذه الجلسة، رغم أن مشاهدينا الكرام أن كثير من الشركات بدأت بقفزات سعرية جيدة في الآونة الأخيرة، قفزات سعرية جيدة على أكثر من شركة، لذلك نأمل التوفيق للجميع، وعلى بركة الله نذهب لعروض وطلبات هذه الجلسة ونشوف الوطني في البداية بالنسبة للسوق الأول، شوف الوطني وكذلك بقية الشركات الأخرى باستثناء يعني الخليج اللي كان يعني متراجع الفترة الأخيرة بتراجعات واضحة لبنك الخليج، عنده زيادة رأس مال لكن لين الحين ما حدد الزيادة متى وش كثر الزيادة، لذلك تراجع البنك الخليج بصورة ملفتة مشاهدينا الكرام في الآونة الأخيرة. الوطني دينار 29,932، بنك الخليج 257,258. الدولي 165-166، برقان 194-194، بيتك 740-733، بنك بوبيان 624-620، الكويتية 123-123، استثمارات الوطنية 197-198، والمشاريع 124-125، وأرزان 107-108، وأعيان 143-145، والامتياز 60-60.7، وكذلك نلاحظ المباني 780-755، التجارية العقارية 99.1-99.1، يعني قاعد نشوف مشاهدينا الكرام فعلا في طلبات على بعض الشركات، ولكن ما زالت الطلبات ضعيفة.
ما زالت الطلبات ضعيفه، الصناعات الوطنيه 200 202، والصناعات الوطنيه لاحظنا فيها مشاهدينا الكرام في الاونه الاخيره ان يعني ثبتت عند مستوى ال 200، واضح الثبات مشاهدينا الكرام عند مستوى عند هذا المستوى. كذلك الكيبلات دينار 120 دينار 140، والسفن 625 633، بوبيان تكماويات 800 واجيلتي 615 619، زين 512 513، هيومن سوف ثلاث داني 427، ثلاث داني 480، الافكو 195 199، والجزيره دينار 885 دينار 900، وجي اف اتش 81.2 76.9. لاحظ جي اف اتش مشاهدينا الكرام بطلبات جدا جيده في بدايه الجلسه، بنقوربه 209 210 وميزان 445 455، المتكامله 393 405، شمال الزور 181 181، والبورصه دينار 782 دينار 785، والغانم 976 999. يعني ليه الحين مشاهدينا الكرام اللي قاعد نشوفه، احنا قاعد نشوف ضعف واضح في بدايه هذه الجلسه على بعض الشركات وخاصه الشركات القياديه في بدايه الجلسه مشاهدينا الكرام، وهذا واضح قدامكم ان هناك ضعف واضح بالنسبه للشركات القياديه، يعني الطلبات ضعيفه وكذلك العروض ضعيفه بالنسبه للشركات القياديه، هناك ضعف واضح في بدايه هذه الجلسه مثل ما تعودنا في الايام الماضيه مشاهدينا الكرام، ليس وليد اللحظه، بالعكس في الايام الماضيه شفنا هذا الامر ولاحظنا ان فعلا هناك ضعف دائما في بدايه الجلسه، ومن ثم تبدا عمليه النشاط على كثير من الشركات القياديه. ولاحظنا يعني الشركات القياديه كانت يعني بغات بيتك وهو قائد السوق، ومن ثم بينج بوبيان هم الافضل تداول، وتبعهم بعدين الوطني وبعض الشركات القياديه الاخرى كاجيلتي وزين وبعض الشركات القياديه الاخرى، ولكن احنا نامل مشاهدينا الكرام الطلبات تزداد، تكون طلبات اكثر من العروض بالنسبه لهذه الشركات القياديه. نشوف معاكم السوق الرئيسي وبدايه مشاهدينا الكرام الجلسه مع هذا السوق واللي لاحظنا فيه ارتفاعات جدا جيده لمعظم شركاته، تقريبا الشركات اللي فوق تحت ال 100 فلس ارتفعت فوق ال 100 فلس وبعدت بالصعود الايجابي كايفا كالصفات كيعني اكثر من شركه والله كان فيهم نشاط جيد في الفتره الاخيره، وكذلك لاحظنا ارتفاعات جيده لبيت الاوراق الماليه للساحل، وكذلك ارتفاعات لبعض الشركات الاخرى كصكوك، من هذه الشركات كان نشاط واضح لهذه الشركات. نلاحظ البدايه مع التجاري 500 503، الاهلي 248 250، المتحد 261 263، الخصوصيه 98.7%، المساكن 14.2 15.4، دلقان 164 170، العيدي 192 192، نلاحظ ايفا 107 106، طبعا 106 معروض 520 والطلب 5000 فقط لا غير، الساحل 76.6 78.5، البيت 62.3 63.1، المركز المالي 94 98.5، وكذلك نشوف الخليجي اللي تراجع امس في فال مزاد حوالي 14 و16 فلس، اليوم راح يرتفع بخمسه اسهم من بدايه الجلسه 374 372، نلاحظ كذلك كامكو 94.2 96.3، الوطنيه الدوليه القابضه 119 122، الصفات 103 105، ونور 151 156، اسيا 59 60. اسيا كان يعني كان السهم يتداول في المنطقه الحمراء في جلسه الامس، ولكن في اغفال مزاد دخول قوي جدا مما ادى الى ارتفاع جدا طيب. راسيات 145 147، وكذلك نشوف معاكم مشاهدينا الكرام المتحده 54.1 55، وطنيه العقاريه 84.2 84.7، وعربيه عقاريه 52 52.3، نلاحظ بعض الشركات الاخرى مزايا 42.5 42.9، التعمير 13.4 14.4، دبي الأولى 41.9 41.9، مدينة الأعمال 56 58.7، منازل 20 20.5، واسمنت الكويت 173 174، بورتلاند 820 817، السكب 487 487، وطنية مواد البناء 175 188، المعدات 24 25.7، استهلاكية 115 114، يعني استهلاكية راح تكون في المنطقة الخضراء اقفلت على 113 اعتقد. يعني اللي قاعد اشوفه مشاهدينا الكرام ليه الحين ما في شركة ملفتة، امانة ما في شركة ملفتة، في ضعف واضح في الطلبات في بداية هذه الجلسة، سواء على القطاع المالي سواء على القطاع العقاري سواء على القطاع الصناعي، في ضعف شديد جدا مشاهدينا الكرام في بداية هذه الجلسة من ناحية الطلبات على الشركات هذه الشركات، ولاحظنا ذلك مشاهدينا الكرام من خلال كم الطلبات ضعيف للغاية، لذلك مشاهدينا الكرام الجلسة راح تفتح ضعيفة جدا بالنسبة للسيولة،
السيوله راح تكون ضعيفه جدا مشاهدينا الكرام مع بدايه الجلسه، لكن احنا راح نكمل معاكم ونشوف قطاع الخدمات وكذلك قطاعات اخرى هل يتغير الوضع اللي هذه الشركات، هل راح يكون هناك دخول ايجابي لشركات معينه؟ ممكن ليش لا؟ دشينا الدقيقه الاخيره لكن ما كملنا، خلينا نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومن ثم نبدا حديثنا عن السوق الاول. نرجع مره ثانيه للسوق الاول في بدايه هذه الجلسه. نلاحظ مشاهدينا الكرام على عجاله طبعا راح اذكر عربي غامضه 287 288، بيت الطاقة 57.8 60.8، وإيفا فنادق 25.6 24.1، المشتركة 388 395، وبداية هذه الجلسة مشاهدينا الكرام فيوتشر كيد 94.1 99.8، اس تي سي 590 585، جي تي سي 320 329. في بداية الجلسة لحد الآن مشاهدينا الكرام هناك ضعف واضح. ليه الحين في ضعف واضح في بداية هذه الجلسة على أكثر من شركة؟ في ضعف واضح مشاهدينا الكرام على اكثر من شركه في السوق الاول. السوق الرئيسي لاحظ عياني 143 145، لاحظ بوبيان 624 620، الكويتيه 124، تطلب الكويتيه 124، طلب قوي جدا الكويتيه 124، راح تكون منطقه خضراء الكويتيه في طلب جيد. ها هو افتتاح لون اخضر ولكن سيوله 300 ألف، لون اخضر ولكن سيوله 300 ألف مشاهدينا الكرام. واضح الرؤيه، واضح الرؤيه في بدايه الجلسه، واضح الرؤيه في بدايه الجلسه مشاهدينا الكرام. ونشوف الوطني يستقر، برقان فلس، بيتك فلس، بوبيان فلس، الكويتيه فلس، ارزان فلس، وعقارات الكويت فلس، المباني 18 فلس. ونشوف معاكم مشاهدينا الكرام بعض الشركات الاخرى، بوبيان بتكبويات 5 فلوس، اجيلتي 4 فلوس، ونلاحظ جي اف اتش ب 16 الفلس، وكذلك نلاحظ شمال الزور على استقرار مع بدايه الجلسه، ايفا بفلس حاليا صعودا، والخليجي 16 فلس، ونلاحظ الاكتتاب كذلك بيرتفع 14 الفلس، وكذلك نشوف معاكم مربع للتامين 3 فلوس ارتفاعا، وعربي غامضة دخول قوي جدا على عربي غامضة، دخول قوي جدا مشاهدينا الكرام على عربي غامضة في هذه اللحظات. عربي غامضة تتألق 290، ايفا 107، دبي الاولى 17 النقطة، مراكز بتراجع، بورتلاند بفلس صعودا، السكب ب 10 فلوس، الاستهلاكية بفلس صعودا. نلاحظ الجي اف اتش كذلك من ضمن الشركات النشطة فلس صعودا للجي اف اتش، واضح النشاط من جلسة الامس مشاهدينا الكرام. عربي غامضة 3 فلوس ارتفاعا في هذه اللحظات، التخصيص ب 14 الفلس، بيتك مشاهدينا الكرام بصعود 3 فلوس في هذه اللحظات، ايفا فنادق 18 النقطة، ونلاحظ كذلك اس تي سي باستقرار مع بداية هذه الجلسة. هي الجلسة مشاهد ننطر المليون، راح يجي المليون إن شاء الله الحين حاليا في هذه اللحظات، راح نشوف مليون دينار كويتي مشاهدينا الكرام في بداية هذه الجلسة. لاحظ ارتفاعات جيدة طبعا بقيادة بيتك في هذه اللحظات، بيتك وبوبيان 3 فلوس صعودا، مليون دينار كويتي في هذه اللحظات، مليون دينار كويتي مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. الوطني صعود فلسين، برقان فلس، بيتك 3 فلوس، بوبيان 3 فلوس، الكويتية فلس، والاستثمارات الوطنية فلس، أرزان فلس، وعيان كذلك فلس مشاهدينا الكرام، والامتياز بنص فلس، وعقارات الكويت فلس. استهلاكية دخول قوي جدا على الاستهلاكية، دخول قوي جدا على الاستهلاكية في هذه اللحظات، دخول قوي جدا مشاهدينا الكرام على استهلاكية في هذه اللحظات. تطلب 114 استهلاكية، تطلب 114 337 ألف استهلاكية، دخول قوي ومميز على استهلاكية في هذه اللحظات. لاحظ المباني كذلك 790 95 للمباني مشاهدينا الكرام، ودخول واضح على بعض الشركات في بداية الجلسة. كذلك بيتك ارتفع 4 فلوس مشاهدينا الكرام مع بداية هذه الجلسة. مراكز كذلك بتراجع، نشوف بيتك حاليا بنشاط واضح وداولة بتقارب المليون، يقارب المليون بيتك مشاهدينا الكرام في بداية هذه الجلسة. هي جلسة إيجابية، جلسة خضراء مشاهدينا الكرام، استهلاكية دخول قوي جدا على استهلاكية في هذه اللحظات، استهلاكية في هذه اللحظات، دخول قوي جدا مشاهدينا الكرام. واعتقد تطلب، لا ما زالت معروض 15 19، تداولها لين الحين مليون و160، مليون و160 على استهلاكية. لاحظ النشاط واضح مشاهدينا الكرام، كذلك على عربي غامضة، كذلك بوبيان، نشوف النشاط واضح، السيولة ترتفع إلى 1,700,000، بدأت عملية الشراء القوية جدا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. كذلك أجيلتي والقابضة المصرية حاليا 293، نشاط مميز على بعض الشركات، بنك بوبيان 626 ثلاث فلوس صعودا، استثمارات الوطنية فلس، أرزان كذلك بفلس، لحظة عيان بفلس، إيفا باستقرار، بنك وربا 210، عربية عقارية دخول قوي جدا ب 53.3 أعتقد فلس فاصلة ثلاثة صعودا بداية الجلسة، أرزان كذلك 107، أرزان 107، يعني واضح
مشاهدينا الكرام بأن الرؤية إيجابية لكثير من شركات السوق في بداية هذه الجلسة، والأمور تسير نحو الأفضل في البداية وبداية خضراء لأغلب الشركات مشاهدينا الكرام. لذلك نأمل إن شاء الله بصعود لجميع المؤشرات وكذلك سيولة إيجابية وسيولة خضراء يعني خلال الساعات التداول القادمة إن شاء الله. فالكم اللون الأخضر، وكل الشكر لك يوسف، وكل الشكر لمشاهدينا الكرام. كل الشكر لك عايد على هذا الإيضاح على هذه الجلسة الثانية من تداولات هذا الأسبوع، وأيضا قبل انطلاق جرس التداول وبعد انطلاق جرس التداول، ولاحظنا الإيجابية مثل ما ذكر زميلنا يعني عايد المتواجد في استديوهاتنا في بورصة الكويت، ولاحظنا أيضا الإيجابية كانت في تداولات يوم أمس، ونتمنى أن تعم هذه الإيجابية واللون الأخضر على تداولات بورصة الكويت وجميع القطاعات في شكل عام. مشاهدينا نلقاكم عند الإغلاق، في أمان الله. مشاهدينا الكرام حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم العالم هذا الصباح، ودائما ما نطلع عليكم في هذا البرنامج عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. صباح الخير أبو الخير. صباح الخير نجيب، وصباح الخير مشاهدينا. نبدي معاكم حلقة العالم هذا الصباح وفقراتنا المنوعة. أيام قليلة إن شاء الله راح تفصلنا عن انطلاق موسم الحج. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكملت استعداداتها لرعاية حجاجنا إن شاء الله أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة. اليوم راح نتكلم مع ضيفنا في الاستوديو عن أهمية التوصيات الطبية اللي يجب على الحجاج اتباعها من أجل ضمان أداء مناسكهم للحج بصحة وسلامة. راح أيضا نتطرق إلى حملة التبرع بالدم اللي أطلقتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع بنك الدم بهدف توعية المجتمع بأهمية عملية التبرع اللي تساهم في إنقاذ حياة الآخرين. طبعا أيام قليلة تفصلنا أيضا عن انطلاق موسم الحج، وأكيد حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على القيام بالترتيبات اللازمة لتوفير الخدمات للحجاج خاصة في المخيمات في ميناء. ومن المقرر أن تغادر أولى طلائع الحجاج الكويتيين إلى مكة المكرمة يوم 19 من يونيو الجاري، على أن تكون آخر تلك الرحلات يوم 24 يونيو الجاري. نسأل الله أن ييسر لهم حجهم ويتقبله منهم. رح نتكلم أكثر إذن حول هذا الموضوع. ينضم إلينا زميلنا فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. صباح الخير فهد، يعني يا ريت لو تطلعنا على آخر الاستعدادات لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لضمان تقديم خدمات جيدة لضيوف الرحمن أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. صباح الخير زميلتي مها، صباح الخير زميلي نجيب، تحية لكم والمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيون دولة الكويت. فعلا تسابق الجهات الحكومية المعنية بالحج الزمن في سبيل الوصول إلى يعني الجاهزية يعني الكاملة لموسم الحج لهذا يعني العام بقيادة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات الحكومية المعنية بموسم الحج، وسط استعداد
إمدادات كبيرة قامت بها قطاعات وزارة الأوقاف المختلفة في سبيل جاهزية كل المواقع في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، سواء في مكة أو في منى أو في مزدلفة أو في عرفة، من أجل تسهيل كل الخدمات الخاصة بحجاج دولة الكويت لموسم هذا الحج. سنسلط الضوء بشكل أكبر على جاهزية قطاعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لموسم حج آمن لحجاج دولة الكويت، مع السيد سطام المزين مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. صباحك الله بالخير سيد سطام، جهود كبيرة تبذل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل الوصول للجاهزية الكاملة لموسم الحج. ماذا نقول بشأن جاهزية تلك القطاعات ويعني تسهيل كل الخدمات لحجاج بيت الله من دولة الكويت؟ صباحك الله بخير أخوي تركي، وأنا سعيد حقيقة تتواجد معكم في هذا البرنامج المميز. الحمد لله جميع القطاعات في الدولة تقدم خدماتها لحجاج دولة الكويت، ولا سيما يمكن يوم الجمعة الماضي تعاوننا مع الأخوان في وزارة الداخلية في موضوع البصمة الحيوية اللي تم أخذها لحجاج دولة الكويت. تم تسخير قرابة 7 مراكز لاستقبال حجاج دولة الكويت، وتم تبصيم أكثر من 4400 حاج في يوم واحد. فجزاهم الله خير جميع القطاعات من تعاون معنا في تسهيل الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. في ضوء استعدادات وزارة الأوقاف الإسلامية لموسم 1444، تم زيارة الأخوان في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي للتأكد من جاهزية المواقع المخصصة لحجاج دولة الكويت، سواء في مشعر عرفات ومزدلفة ومنى. والحمد لله أول مرة في السنة هذه، وجهود حقيقة جبارة تبذل من الأخوان في المملكة العربية السعودية. مشعر عرفات تم زيارته في 18 ذي القعدة، وهو شبه كامل تم نصب الخيام وتم تجهيز للاستقبال الحجاج بشكل تقريبا 70%، خلاف الأعوام الماضية أو المواسم السابقة كان يتأخر تسليم المواقع، لكن كان هذه لفتة قوية وعمل دؤوب من الأخوان في المملكة العربية السعودية للاستعداد المسبق لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. تم الوقوف على مثل ما قلت لك مخيماتنا في عرفات، وكذلك موقع الأخوان في حجاج دولة الكويت في مزدلفة، وكذلك في منى. وتم الالتقاء مع مجموعة من المسؤولين في وزارة الحج لتسهيل قدوم الحجاج وترتيب أمور تفويجهم، سواء في طواف القدوم أو طواف الإفاضة، وكذلك في دخولهم في مشعر عرفات وتسهيل التنقلات بين المشاعر. سيد سطام، ماذا عن زيادة حصة الكويت لحجاج بيت الله في جانب، وماذا عن موعد مغادرة بعثة الحج الكويتية، وخاصة فيما يتعلق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ الحمد لله جاتنا موافقة في زيادة حجاج دولة الكويت مخصصة للمقيمين بصورة غير قانونية. سوف يتم بإذن الله بداية التسجيل والإعلان التسجيل في اليوم بإذن الله بالوزارة عن طريق الرابط. راح يستغرق هذا الرابط تقريبا يومين، بعدها سوف يتم الفرز حسب الأولويات، راح توضح بإعلان الوزارة اليوم بإذن الله عز وجل. فيتم بإذن الله استهداف لم يسبق لهم الحج من المقيمين بصورة غير قانونية، ويتم ترشيحهم حسب الأكبر سنا للحج بإذن الله عز وجل. بخصوص بعثة الحج الكويتية، غادر الوفد يوم السبت الماضي مجموعة من وفد الأوقاف وكذلك أخوانه بالصحة لتجهيز استقبال الوفد. بإذن الله راح يغادر اليوم الوفد الثاني من وزارة الأوقاف، وكذلك وغدا إن شاء الله سوف يغادر وفد وزارة الصحة المشارك في بعثة الحج الكويتية، وسوف توافد الوفود إن شاء الله جميع الوزارات المشاركة في بعثة الحج الكويتية خلال هالأسبوع إن شاء الله لاكتمال بعثة الحج لتجهيز استقبال حجاجنا بإذن الله عز وجل. بالنسبة لرحلات الحجاج، متى ستبدأ ومتى سيكون اليوم الأخير لوصول حجاج الكويت إلى مكة المكرمة؟ راح تتوافد عندنا الرحلات يمكن من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، يمكن أول وتنتهي بإذن الله في 6 ذي الحجة توافد حجاج دولة الكويت لمكة المكرمة. جاهزون لموسم الحج لهذا العام إن شاء الله؟ بإذن الله، بإذن الله، الله يسر والله يتقبل من حجاج إن شاء الله ومن المسلمين، وجزاهم الله خير الإخوان
جميع القطاعات سواء في الدولة وكذلك إخواننا في المملكة العربية السعودية هذه على الجهود المبذولة. ونشكر حقيقة قيادتنا أيضا اهتمامها ومتابعتها الحثيثة لجهود بعثة الحج الكويتية. كل الشكر والتقدير للسيد سطام المزين مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشكر لكل يعني الجهات الحكومية والرسمية التي تساهم في حج آمن لحجاج دولة الكويت لهذا يعني الموسم، ونتمنى حجا مبرور وذنب مغفور لكل حجاج بيت الله من دولة الكويت. نعم مها، هذا كل ما لدينا من استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لموسم الحج. يعطيكم العافية زميلنا فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت، جزيل الشكر لك ولضيفك الكريم. سرنا وياكم مشاهدينا، وما زلنا مع موضوع الحج اللي ان شاء الله يا رب يكون حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله لحجاجنا ويروحون يردون الكويت بخير وسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا وزاره الصحه في اطار حرصها على سلامه الحجاج اصدرت مجموعه ارشادات متعلقه بموسم الحج لهذا العام، اللي كان من ابرزها شرط استكمال جرعات التحصين ضد فيروس كورونا. طبعا التطعيمات ايضا متعلقه بمجموعه من الامراض ابرزها التهاب السحايا والتهاب الرئوي البكتيري والانفلونزا الموسميه، عسى الله يكافيكم شرها، وهذا الامر يكون قبل 10 ايام على الاقل من موعد السفر. للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الدكتور خالد فصام اختصاصي امراض باطنيه في مستشفى الاحمدي. صباحك الله بالخير دكتور، حياك الله ويانا في العالم هذا الصباح، مبروك السيتي. ايه صوتك رايح وايد مصرخ لان حسافه الانتر ما قولوا عليكم. صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير بما ان موسم الحج على الابواب. يعني نتمنى حج امن حج مبرور وذنب مغفور للاخوه والاخوات اللي راح يتوجهون لاداء مناسك فريضه الحج. يعني اتمنى ان يروحون ويرجعون بالسلامه ويلتزمون بجميع الامور اللي يعني اصدرتها او تكلمت عنها وزاره الصحه في الدليل اللي مشكوره اصدرته مؤخرا للحجاج ان شاء الله. دكتور نصايحك للحجاج، التطعيمات اهم التطعيمات اللي لازم ياخذونها قبل الحج. طبعا مثل ما تفضلتوا يعني يجب الالتزام باستكمال التطعيم ضد مرض كوفيد 19، وهذه تعليمات من السلطات الصحيه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. هذا يعني يجب الالتزام بهذا التطعيم. زين بالنسبه حق التطعيمات اللي يعني نحرص ان الحجاج يكونون مطعمينها قبل لا يروحون لاداء الفريضه او قبل موعد السفر، هي مثل ما ذكرتوا تطعيم الانفلونزا الموسميه، تطعيم السحايا او ما يسمى بالمننجوكوكل، وتطعيم الالتهاب الرئوي البكتيري او ما يسمى بالنيوموكوكل. طبعا جميع التطعيمات هذه يجب اخذها يعني على الاقل 10 ايام قبل موعد السفر. بالنسبه لتطعيم المننجوكوكل او السحايا اذا كنت مطعم خلال الخمس سنوات اللي فاتت ما يحتاج انك تاخذه، لكن اذا كنت اخر مره مطعم التهاب سحايا قبل خمس سنوات يجب أن تأخذ التطعيم هذا مرة أخرى بفترة لا تتعدى العشرة أيام قبل موعد السفر. هي العشرة أيام على أساس أنه لا سمح الله ممكن أن بعد التطعيم الواحد ممكن يستمرض ولا شيء، فهذا هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني على أساس يمدي يعني الجسم يأخذ وقت كافي لتكوين المناعة المطلوبة. نعم. لأن أنت أول ما تأخذ التطعيم ما راح تكون محصن بنفس اللحظة. صحيح. جسمك راح يحتاج وقت أساس يكون الأجسام المضادة وتكون توصل لدرجة التحصين. طيب. الشيء الثاني اللي أحب أكد عليه يعني نصيحتي لجميع الحجاج أنهم يأخذون أو يحتفظون بشهادات التطعيم هذه معاهم أثناء فترة السفر، لأن قد تطلب منهم في أي وقت من أوقات السفر. أحب أضيف أيضا يعني بالنسبة لتطعيم السحايا عادة أنا أقول حق مرضاي حتى الأهل اللي الحجاج لما يرجعون بيسكنون معاهم يقعدون معاهم، أنصح أن أهلهم اللي في البيت يتطعمون تطعيم السحايا إذا كانوا يعني مو مطعمين من قبل، يعني تجنبا لأي
يعني أعراض أو أحداث صحية مستقبلية. يعني إحنا طبعا كلنا عرفنا موضوع التطعيم يساعد في تقوية مناعة الجسم، لكن هذا مو معناته أنه الجسم ما رح يستقبل أي فيروس أو أي مرض ممكن أنه يصيبه، لكن رح يكون عنده المناعة الكافية لمحاربته. فإذا نبي نتحاشى هذه المرحلة، شلون نقدر نوصي الحجاج حجاج بيت الله الحرام أنهم يحتفظون بمناعتهم؟ شنو الإجراءات لمنع العدوى خلينا نقول؟ طبعا صحيح، يعني هذه أنا أحب أؤكد على هذه النقطة لأنها نقطة جدا مهمة. التحصين، أخذ اللقاحات ما يعني أن نلغي جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية أثناء أداء مناسك فريضة الحج. طبعا بشكل عام يجب المحافظة على نظافة اليدين، غسيل والتعقيم المستمر لليدين، تجنب ملامسة الفم، الأنف أو العيون، ما له داعي أن نلمسهم بيديننا. زين، ايضا يجب تجنب قدر المستطاع التكدس، مع ان ادري هذا قد يكون صعب في 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 موسم الحج، في موسم الحج، لكن قدر المستطاع ارتداء الكمامات. يعني هذه الامور اعتقد اصبح للعامه او عند العامه فكره وافيه عنها، ما في اي استثناء. يجب الالتزام بهذه الاجراءات اثناء فتره السفر للمحافظه طبعا على الصحه. على طار ارتداء الكمامات، يعني احنا نشوف ما زال في بعض الناس الى اليوم هذا يستخدمون الكمامات وهم قلة، يعني يمكن الثقافة، يمكن خلاص مشوا على ايام كورونا، عسى الله لا يردها ان شاء الله. لكن في موسم الحج حر، وتبارك الرحمن عدد كبير من الناس مع وجود الكمام، هذا ايضا اعتقد انه يمكن يعني نقول احنا يصعب من حالة التنفس على بعض الاشخاص، فهل هو إلزامي أم أنه مجرد يعني أساس أنه يحافظ على نفسه في أماكن معينة؟ طبعا يعني كلنا شفنا أهمية الكمام وفاعلية الكمام أثناء سنوات الجائحة. الحين بالنسبة لصعوبة التنفس، خلينا نكون متفقين على النقطة أنه لا يوجد دليل علمي واحد يثبت أن الكمام قد يؤدي أو قد يؤثر على كفاءة عملية التنفس، قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم. الكمام لا يتعارض مع عملية التنفس، لكن أتفق معك في كثير من الناس خاصة يعني في الأجواء الحارة، إذا كان ضمن تكدسات أو تجمعات كبيرة يحس بصعوبة بالتنفس. طبعا يعني احنا نقول الان احنا طلعنا والله الحمد من فتره الجائحه، لا يوجد الزاميه ارتداء الكمام، لكن ارتداء الكمام راح يوفر مما لا شك فيه حمايه اضافيه ووقايه اضافيه للحجاج. فاذا انت ما عندك مشكله في ارتداء الكمام، انا انصح الجميع بارتداء الكمام، يعني نظرا الى الاحتماليه العاليه تحمي نفسك ايضا. بالضبط، في احتماليه عاليه لانتقال الميكروبات الفيروسيه في موسم الحج، هذا شيء تعودنا عليه. صحيح، كمام راح يوفر لك هذه الحمايه. ما قدرت، ما نقدر نلزمك، لكن يعني تجنب، يعني لازم تلتزم بالاجراءات الاحترازيه اللي تونا قلناها، تجنب الالتصاق او حافظ على المسافة المطلوبة قدر المستطاع، والله الحافظ ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا ايضا في نقطة مهمة يعني نذكرها، احنا حاليا شهر يعني في هذه الأشهر الصيفية اللي قاسية معروفة عندنا في دول الخليج، هذه الأجواء قد تسبب ب اكيد يعني لا سمح الله ضربة شمس، حالات اغماء ممكن يكون فيها، جفاف احيانا. شلون نقدر نحن نحتاط لتفادي مثل هذه الحالات؟ تمام. طبعا الإجهاد الحراري او ما يسمى بضربات الشمس شيء جدا شائع في موسم الصيف، واكيد في موسم الحج. احنا يعني بشكل عام عادة ننصح الناس بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، اخذ قسط من الراحة يعني قدر الامكان، كل ما امكن ذلك، للمحافظة على تناول السوائل، سواء كانت ماء أو عصائر تحتوي على الأملاح المهمة للجسم بشكل دوري وبشكل مستمر، استخدام المظلات أو الشمسيات ذات اللون الفاتح، تهوية المستمرة بالجسم، كل هذه يعني إجراءات تقلل احتمالية حدوث ضربات شمس. لكن لو لا سمح الله حدثت هذه الضربات الشمسية والإجهاد الحراري، ننصح بالآتي: طبعا يجب أن ينقل المصاب بشكل سريع ومباشر إلى مكان مظلل وبارد،
يجب نزع ملابسه، تبليل جسمه بالماء خاصة منطقة الرقبة والرأس، تعريضه للمكيف أو التهوية. ماء عادي ولا ماء بارد؟ يعني ماء للبرودة، ما يكون شديد البرودة، يعني يكون ماء للبرودة عشان يساهم في ترطيب وخفض درجات الحرارة بشكل سريع. وطبعا يجب الاتصال بالأسعاف أو الاستعانة بالسلطات الصحية في المكان نفسه. مع ضربة الشمس إن شاء الله ما حد يحوش ضربة الشمس، الأمراض الجلدية يعني أيضا أعتقد يعني شلون اقدر انا مثلا احرص انها ما تحوشني؟ شلون خاصه في ناس اوريدي فيهم يعني مثلا صحيح. حساسيه ولا اكزيما والى اخره من هذه الامور الصدفيه و في موسم الحج شلون احمي نفسي انا؟ صحيح. انا كمصاب في هذا المرض. احنا بشكل عام يعني لتجنب الامراض الجلديه او لتجنب مثلا يعني الناس اللي يعانون من أمراض تهيج هذه الأمراض عندهم، بشكل عام في نصائح عامة دائما نقدمها للناس المقبلين على الحج. أول شيء ننصحهم بالاهتمام بالنظافة الشخصية، ثاني شيء ننصحهم بالملابس القطنية لأنها أقل يعني تهيجا للجلد، ثالث شيء ننصح دائما بترطيب الجلد، استخدام الكريمات أو الدهانات الواقية من الشمس والكريمات أو الدهانات المخصصة ما قبل المشي بما لا يحضر على المحرم. طبعا نتجنب دائما مشاركة أدوات الحلاقة، يفضل استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد. طبعا تجنب التعرض الطويل المستمر لأشعة الشمس، كل هذه الأمور في النهاية راح تؤدي إلى يعني تجنب أي مضاعفات على المستوى الجلد يعني بشكل عام. طيب نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة، يعني نسمح الله السكر، الضغط وما شابه من هذه الأمراض، شنو التوصيات اللي ممكن أن إحنا نوصيهم في حال الأدوية؟ هل تكون متوفرة في مثلا في المملكة في حال لم تكن متوفرة؟ شلون الواحد يكون مستعد لمثل هذه الحالات؟ طبعا هذا السؤال يعني جدا مهم. أنا عادة أقول حق المرضى بشكل عام إذا أنت متوجه للسفر سواء لأداء فريضة الحج أو لأي سبب من الأسباب، أنصح دائما أن ترجع حق طبيبك المعالج يفحصك، يقيم حالتك، يتأكد يعني من استقرار الأمراض المزمنة اللي عندك. هذا أول شيء. ثاني شيء يفضل عمل فحوصات دورية والتأكد من سلامتها قبل الذهاب إلى الحج. فحوصات دورية يعني من كثر ليش كثر تقريبا في نظرك؟ إحنا بشكل عام يعني طبعا الناس اللي يعانون من أمراض معينة الدكتور المعالج هو اللي يحدد الفترات هذه، بس بشكل عام إذا إنسان ما يعاني من أي أمراض مزمنة على الأقل سنويا لازم يسوي فحوصات دورية. بس الناس اللي بتروح الحج يفضل أنها قبل يعني قبل رحلة الحج يسوي فحوصات دورية يحددها دكتور المعالج وبعدين يتأكد من سلامتها. فالتقييم من قبل الطبيب المعالج، الفحوصات الدورية. ثاني شيء دائما ننصح أن أي مريض يعاني من أمراض مزمنة يأخذ تقرير مفصل عن حالته، لا سمح الله يحصل طارئ طبي هناك، يكون يعني هذا يسهل على الأطباء والجهات الصحية في الوجهة اللي أنت رايحها يتعاملون مع حالتك. في طبيب في تقرير يشرح حالتك بشكل مبسط ومفصل بنفس الوقت يسهل عليهم التعامل معك. طبعا وأكيد لازم تأخذ أدويتك بكميات تغطي فترة السفر. هذا بالنسبة للناس اللي يعانون من الأمراض المزمنة. الحين في نصيحة إضافية، سواء أنت كنت تعاني من أمراض مزمنة ولا ما تعاني، ننصح أنك تأخذ مثلا مخفضات الحرارة، مسكنات الألم، كريمات الوقاية من الشمس، دهانات العضلات. بنادول احنا كل شيء الحمد لله يعني. طيب ذكرت أن أيضا غير مخفضات الحرارة، غير يعني حق الألم، قلت لي دهانات معينة. الدهانات هذه تتكلم عنها اللي هي مثلا خاصة بمثلا شد العضلات. أيوة. خاصة مثلا بهذه الأمور. صحيح. يعني في يعني مجموعة كبيرة من هذه النوعية من الدهانات، يعني تدري مناسك الحج قد تكون مرهقة للبعض. صحيح. راح ينتج عنها بعض الآلام العضلية، بعض الشد العضلي. يعني هذه الدهانات تكون جدا فعالة وتيسر علينا أداء المناسك بدون أي مشاكل بإذن الله. خلنا شوية من الحج، برد الكويت شوية.
عيالنا حاليا في اختبارات الثانوية العامة، ومثلك عارف دائما في بعض يعني بعض شبابنا وبناتنا في عندهم توترات، في عندهم شغلات يعني من كثر ما هم حريصين على الدراسة وحريصين على النتائج الزينة. شنو نصيحتك لطلبتنا وطالباتنا خلال هذه الفترة؟ يعني احنا نقول ان هذا نصايحك اللي ممكن تساعدهم على زيادة التركيز، ايضا دخولهم الى الاختبارات وهم بأريحية اكثر، خصوصا يعني نتكلم احنا عن هذه الفترة اللي في هذا السن اللي مثلا يكثرون من شرب القهوة، يسهرون دائما وتلقاهم يسهرون قبل ليلة الامتحان، ففعلا نحتاج نصائح ممكن هي تلم في هذا الموضوع. طبعا اول شيء نتمنى كل التوفيق لطلبتنا، ونقول لهم هذه فتره عدينا فيها جميعا، فتره وتعدي، نتمنى انكم تتجنبون اي مسبب للتوتر في هذه الفتره. اهم النصائح اللي احب اقولها لابنائنا الطلبه في هذه الفتره هي ان يجب اخذ قسط كافي من النوم، هذا شيء جدا مهم، قد يقلل البعض من اهميته، لكن انت ممكن يعني تفقد كميه او تفقد جزء كبير من قدراتك العقليه بسبب انك سهران او ما اخذت قسط كافي من الراحه. يعني لا 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 تقل يعني ساعات النوم ليله الامتحان عن 7 إلى 9 ساعات، هذا شيء جدا مهم. طبعا لازم تحافظ على معدل السوائل في الجسم وترطيب الجسم، لان احنا نسبه كبيره من اجسامنا هي عباره عن ماء وسوائل. صحيح. جميع اعضائنا وبشكل خاص المخ يحتاج ان نحافظ على معدل السوائل في المستوى الطبيعي لكي يعمل بكفاءه. نعم. الشيء الثاني مثل ما تفضلتوا المبالغه في شرب القهوه والشاي والمنبهات، هذه قد تاتي بنتيجه عكسيه. تشرب الشاي والقهوه عشان تبي تركز، تبي تكون صاحي، لكن المبالغه فيها قد تؤدي الى التشتت، قله التركيز، انخفاض جوده النوم في ليله الامتحان، او عدم القدره على النوم بالاساس، هذا راح تكون له نتائج عكسيه. طبعا بالنسبه حق التغذيه يجب ان تكون تغذيه متوازنه. الناس اللي يعانون من القولون العصبي لازم يكون عندهم فكره وافيه عن مهيجات القولون العصبي، يجب تجنبها في الفتره القريبه من الامتحان على اساس لا تسبب لهم مشاكل ولا تزيد من توترهم. يعني هذه كلها الامور يعني ان شاء الله راح تساعدهم على الخروج بافضل اداء في فتره الامتحانات، وتجنب يعني الـ يعني التشنج الزائد او التوتر الزائد اللي قد يؤثر على كفاءه ادائهم في الاختبارات. ان شاء الله طبعا اكيد نتمنى لهم التوفيق في هذه الفتره. دكتور خالد الفصان كنت معنا في برنامج العالم هذا الصباح، جزيل الشكر لك على وجودك معنا وهذه النصائح لاخواننا الحجاج وايضا لابنائنا الطلبه. حياكم الله، تشرفنا فيكم. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم لنا عوده ان شاء الله. ما زلنا وياكم مشاهدينا في فقراتنا المحلية، حيث يجري قسم الجراحة بمستشفى مبارك 10 عمليات جراحية معقدة لتحويل مسار الـ12 المتقدم، وتعتبر أحدث الطرق العلاجية في عالم جراحات السمنة المفرطة. يعني هذا التكنيك الجراحي الجديد يساعد على انقاص الوزن بشكل اكبر وتقليل الاعراض التي تحدث بعد اجراء العمليه كالغثيان المستمر والتعب، اضافه الى سرعه الشفاء مقارنه بالطرق الجراحيه الكلاسيكيه. لنتابع. تكنيك جراحي جديد في عالم جراحات السمنه المفرطه، وهو تحويل مسار الـ12 أو ما يسمى بسادي، أدخله مستشفى مبارك مؤخراً يتم فيه تصغير حجم المعدة مع توصيل 3 أمتار من نهاية الـ12 بالمعدة عن طريق وصلة واحدة. بعد الجزء الأول من الـ12 يتم قطع الـ12 وتوصيله مع الأمعاء الدقيقة، تبعد تقريباً 2.5 متر إلى 3 أمتار من القولون. طبعاً احنا عارفين الأمعاء الدقيقة تقريباً طولها 6 أمتار، فهني أهم شيء هو المحافظة على 2.5 متر إلى 3 أمتار حسب وزن المريض.
خلال 3 أيام سيجري فريق الجراحة في مستشفى مبارك أكثر من 10 عمليات معقدة باستخدام تكنيك سادي بالتعاون مع طبيب زائر من أسبانيا. تجرى هذه العمليات للمرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 50 ويصاحبه مرض السكري والضغط. النتائج إيجابية مقارنة بطرق تحويل المسار الكلاسيكية أو الأحادية. يورينا طريقة استخدام شلون نسوي الوصلة عن طريق دباسة، يعني ما تحتاج خياط، وهذا طبعا حيقلل فترة العملية ويساعد بالريكفري مال المريض. بعد عام من إجراء العملية عادة لا يحتاج المريض إلى الاستمرار في تناول الفيتامينات، وسرعة الشفاء أعلى من الجراحات الكلاسيكية ونزول الوزن بشكل تدريجي وأكبر. تساعد العملية هذه طبعا في نزول وزن أفضل وصحية أكثر، يعني في إنقاص في قضية دائما يشتكون المرضى من نقص في الفيتامينز في الفيتامينات في البروتين. العملية هذه نوعا ما أفضل في هالقضية. أكثر سبب للوفاة في الكويت هو أمراض القلب والشرايين حسب الإحصائيات اللي قاعدة تتكرر من 10 سنوات إلى الآن، والثالث أكثر سبب للوفاة في الكويت هو السرطانات، والسمنة مسبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين وللسرطانات. هذا الإجراء الجراحي الجديد أثبت فعاليته في الشفاء من مرض السكري النوع الثاني بنسبة تصل إلى 98% وإنقاص الوزن بنسبة 83%. احتضان مثل هذه العمليات المعقدة بالتعاون مع أطباء زائرين يقلل من ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج، ويعتبر فرصة لصقل مهارات الجراحين الكويتيين حول آخر المستجدات المتعلقة بجراحات السمنة المفرطة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. إلى خبر محلي آخر، قامت الهيئة العامة للبيئة يوم توعوي لتغيير السلوك تجاه استهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة ضمن خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلاد. المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة سميرة الكندري أوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود دولة الكويت الحثيثة لدعم تنفيذ خطة التنمية للدولة. أصبح البلاستيك يستخدم بصورة شائعة على مدى عقود، والجزء الأكثر ترويعاً إن إنتاج البلاستيك من المقرر أن يتضاعف على الرغم من زيادة الوعي بأثره الضار على البيئة. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي جعل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة بعمل خطة للاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلاد. جاءت هذه طبعاً الورشة نتاج طبعا مسوحات بيئية قامت فيها الهيئة العامة للبيئة بخصوص النفايات، وتم استنتاج طبعا 13% من النفايات الصلبة في دولة الكويت هي نفايات بلاستيكية، ويتم التدوير بنسبة 8%. ودنا يعني نحث طبعا جميع المصانع انها تعيد تدوير هذه النفايات وتقلل كذلك من الاستهلاك عن طريق المواطنين. وبشكل موازي اقامت الهيئة العامة للبيئة حملات إعلامية عديدة على مدار العام للحد من مخاطر البلاستيك، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع جهات الدولة المختلفة. احنا طبعا خلال هذه الفترة قمنا في برامج توعوية، زيارات حق المدارس، عطينا محاضرات، قدمنا توعية في مخاطر البلاستيك وشنو هي بدائل اللي ممكن اني انا استخدمها واستغني فيها على البلاستيك، لان طبعا احنا نعرف ان البلاستيك ما يتحلل بسهولة ويبقى في البيئة ولا مضار حتى على الاحياء اللي موجودة في البيئة سواء البحرية ولا البرية ولا حتى الانسان على صحته. ويأتي أيضا دور القطاع الخاص الذي يحرص على المشاركة في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة كمشروع أمنية لإعادة تدوير البلاستيك. ببساطة احنا عندنا الحاويات موجودة في أكثر من 50 موقع أراوند الكويت، موجودة في كل المحافظات. أي واحد يروح يودي البلاستيك ماله ممكن سكان الكيو آر كود بالأبليكيشن مالنا، ونقدر عن طريق هذا أن احنا يجمع نقاط أي واحد يجيب البلاستيك، وبالتالي بعد شوي إن شاء الله قريبا راح يصير فيه مثل نظام مكافآت للنقاط هذه. حملات كثيرة تحرص عليها الهيئة العامة للبيئة تشجع على تغيير السلوك في استخدام البلاستيك والتحول إلى بدائل صديقة
للبيئة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. ما زلنا نعاني من البلاستيك وكياس البلاستيك والكلام عن البلاستيك. زين يا جماعة الخير، في حل بسيط، يعني افرض على المصانع انها توقف كياس البلاستيك، قلبوها ورق، قلبوها كرتون، قلبوها. يعني في الدول المتقدمة الحين لما تروح الجمعية انت تاخذ معاك اللي هم الاكياس اللي لإعادة الاستخدام، الاكياس القماشية، فصار كل الناس تروح الجمعية معها الاكياس، فتروح تشتري اللي تبيه تحطهم بكاسة وتروح، ما في أي استخدام لأي بلاستيك. هذه خطوات ممكن استخدامها والاستفادة من تجارب يعني اوريدي طبقوها في بلدان أخرى، فممكن الاستفادة منها. وما نبي سالفة البلاستيك اللي تحلل، على مثل ما قالت مها، خام، كاس خام، يعني شيء نستفيد منه، يعني حتى بناخذ أغراضنا من الجمعية ولا بناخذ أغراضنا من السوق وإلى آخره، هم نستفيد منها بالبيت. صحيح، حط فيها خيوط الحداك حق البحر، في حلول وايد والله. نواصل معاكم فقرات العالم هذا الصباح ونرجع أيضا إلى أخبارنا المحلية. إذا أطلقت جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع بنك الدم حملة التبرع بالدم، تهدف إلى توعية المجتمع وزيادة الوعي بأهمية عملية التبرع اللي تعمل في إنقاذ حياة الآخرين. الحملة تأتي قبل يومين من اليوم العالمي للتبرع بالدم واللي صادف تاريخ 14 يونيو من كل عام، وتستهدف الحملة زيادة المخزون الاستراتيجي للدم في البلاد. الحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا زميلتنا ديمة دحدل، مراسلة تلفزيون دولة الكويت من جمعية الهلال الأحمر الكويتي. ديمة صباح الخير، ويا ريت تكلمينا عن هذه الحملة وكيف كان إقبال المواطنين والمقيمين على هذه الحملة. نعم، صباح الخير زميلنا جيل، وصباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني انطلقت الحملة من جمعية الهلال الأحمر من مقرها في الشويخ تحت عنوان قطرة دم تساوي حياة، وهو طبعا تجسيدا للنهج الإنساني الذي تطلع به جمعية الهلال الأحمر الكويتي دائما، وتفعيلا لمبادراتها الإنسانية السامية على أرض الواقع. لذلك فإن الجمعية بالتعاون مع بنك الدم المركزي تطلق هذه الحملة لمنتسبيها وأيضا لكل الراغبين بالتبرع بالدم، وذلك لمساعدة ومساندة كل من يحتاج لهذا الدم، من مرضى على أسرة المستشفيات يحتاجون الكثير من وحدات الدم نتيجة حوادث مرورية أو عمليات والكثير من الأمور الصحية، إضافة إلى تعزيز مخزون بنك الدم وخاصة في فترة الصيف. سألتني زميلي عن الإقبال، وكما تشاهد يعني الصورة من خلفي هي تتحدث عن نفسها، هناك تبرع وإقبال منذ يعني أن بدأت هذه الحملة، كان الكل مستعد ويرغب بالتبرع بالدم طبعا وإعطاء دمه لمن يحتاج هذا الدم. لن أطيل أكثر، أتحدث أكثر عن تفاصيل هذه الحملة. يسعدنا أن تنضم معنا على الهواء مباشرة السيدة شيماء الشطي، وهي مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في جمعية الهلال الأحمر. سيدة شيماء، حدثينا عن اليوم هدف الحملة التي قمتم بها. بداية صباح الخير، احنا اليوم موجودين في حملة تبرع بالدم. الهدف من هذه الحملة هو تعزيز احتياطي فصائل الدم الموجود في بنك الدم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين والمتطوعين للتبرع بالدم، وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية التبرع بالدم. جميل. الحملة سوف تكون على مدى يوم، كلمة لكل من يسمعك اليوم لمن يريد بالتبرع، وهل هي فقط لمنتسبي الجمعية أم للعموم؟ لا طبعا، هو اليوم العالمي للتبرع بالدم يصادف 14 الشهر هذا اللي هو بعد بكرة، احنا حبينا نسبق الحدث ونعمل الحملة عندنا. وطبعا هذا يعني اليوم احنا موجود، بنك الدم موجود معنا، بس مثل ما سمعت من دكتورة ريم الرضوان ان الحملات مستمره بشكل يومي ما شاء الله، يعني الحمد لله في وعي. احنا نقول نبي خلال هذه الحملات بنزيد الوعي، لكن الحمد لله في وعي، كلنا
القطاعات الموجودين بالدولة كل يوم موجودين هم بنقدم موجودين عند جهة معينة. احنا طبعا الدعوة عامة للجميع، احنا اعلنا عن هذه الحملة قبل اسبوع، موجودين اليوم من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 1 ظهرا. الدعوة موجود متاحة للجميع، اي احد يكون قريب من عندنا يحب انه هو يتبرع بالدم حياه الله. شكرا جزيلا سيدة شيماء على هذه المعلومات، وأيضا اسمحوا لي مشاهديني أيضا أن أستضيف معنا الدكتورة ريم رضوان مدير بنك الدم المركزي في دولة الكويت. صباح الخير دكتورة، اليوم يعني تعزيز مخزون بنك الدم المركزي هو أمر جدا مهم، لذلك تقومون بالكثير اليوم من الحملات بشراكة مجتمعية حقيقية مع الكثير من القطاعات، حدثينا اليوم عن أهمية هذه الحملات اليوم على مستوى دولة الكويت. أولا صباحكم الله بالخير. طبعا إحنا بدينا هذه الحملات من بداية شهر الصيف، يعني من عقب العيد، عيد رمضان تقريبا، حملات مكثفة في فصل الصيف حتى نشجع الناس وني مكانهم بهذه الحملات للتبرع بالدم. ندري أن فصل الصيف يكون صعب بالتبرع والناس صعب التعنى مع الحر، فإحنا مكثفين بهذه الفترة حملات مع كل الجهات اللي عندها حس مجتمعي قوي، والحمد لله يعني لقينا تجاوب كبير. احنا تقريبا كل يوم عندنا حملة مع مؤسسة او مع جهة حكومية او خاصة حتى يعني تساندنا برفع مخزون الدم بالكويت ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة، وبالفعل يعني إضافة إلى ذلك هو هناك الكثير اليوم من الفوائد الصحية المجنية من هذا التبرع، ونتحدث أيضا عن شراكة اليوم مجتمعية حقيقية مثمرة تتجلى اليوم كما رأيتم على أرض الواقع، وتجسد معاني البذل والعطاء أيضا الذي دائما ترفعه شعار لها جمعية الهلال الأحمر الكويتي. هذا كان كل شيء زملائي من هنا، عودة لكم مرة ثانية إلى الاستوديو. الزميلة ديما دحدل مراسلة تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفتيك الكريمتين. نستكمل معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح من خلال جولتنا الدولية نصحبكم فيها وآخر المستجدات. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية. وإدانة سعودية أمريكية لتجدد أعمال العنف في السودان بعد انتهاء الهدنة. وأوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب ميدانية وتحرير قريتين في منطقة دونيتسك. جولة جديدة من الأخبار الدولية نبدأها من فلسطين المحتلة، حيث يواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي عدوانهم وانتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث أقدموا على اعتقال 9 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت. كما أقدمت قوات الاحتلال على هدم سور يحيط بأرض زراعية في قرية عزون، وذلك بحجة القيام بأعمال بناء في المنطقة. وإلى الملف السوداني، أدانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عودة طرفي النزاع في السودان إلى أعمال العنف فور انتهاء الهدنة، وأكدتا في بيان مشترك أن الحل العسكري للصراع غير مقبول. وأكد البيان أن كلا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ستعملان على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة. وفي كييف أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على قرية نيسكوشين في منطقة دونيتسك شرق البلاد في ثاني مكسب ميداني للهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية. وكشف جهاز حرس الحدود الأوكراني أن نيسكوشين باتت مجددا تحت العلم الأوكراني. وإلى موسكو، أعلنت روسيا وأوكرانيا في تصريحات متزامنة عودة نحو 100 جندي من الأسرى من كل جانب،
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح 94 روسيا بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا، مضيفة أنه سيجرى نقلهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي. ونختتم جولتنا من المملكة المتحدة، حيث طالب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر بإجراء انتخابات عامة بعد استقالة 3 نواب من الحزب المحافظ من البرلمان، بينهم بوريس جونسون، على خلفية تحقيق يتعلق بانتهاك القيود الصحية المتعلقة بوباء كورونا. وبذلك يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر الماضي اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا للمحافظين بعد 13 عاما في السلطة. إذا نبقى معكم في الملف الدولي، منذ أسابيع ولا حديث على الساحة الدولية سوى الهجوم المضاد الذي بدأت فيه أوكرانيا بهدف استرجاع الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية. الخبر اليقين والحاسم تأكد بعد إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية بدأت بالفعل، وهو ما قطع الشك باليقين وأكد نية القوات الأوكرانية على استعادة أراضيها. كييف أعلنت خلال 24 ساعة الماضية تحقيق مكاسب ميدانية، حيث كشفت أنها تمكنت من إعادة قريتين في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد إلى الحضن الأوكراني. يأتي هذا في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد جميع الهجمات المضادة الأوكرانية على محوري دونيتسك وزاباروجيا خلال 24 ساعة الماضية. نطلع أكثر حول هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر سكايب مراسل تلفزيون دولة الكويت من لندن جمال شاهين. يعني نرحب بك طبعا أكيد من الكويت جمال، ويريت لو تطلعنا ماذا تمثل هذه المكاسب التي أعلنت عنها أوكرانيا وتمكنها من استعادة قرى في مناطق مختلفة. هذه المكاسب ربما تكون بداية انتهاء الحرب، إذا أننا أمام ثلاثة خيارات، وهي أن يواصل وهي أن ينهزم الجيش الروسي بشكل كامل وينسحب ويعود إلى ما كانت عليه قبل فبراير من العام الماضي، أو أن يكون هناك خسائر كبيرة. بداية الهجوم المضاد الذي تحدث عنه الغرب يأتي بعد تواصل تدفق الأسلحة الغربية، والتي ربما قد يكون لها تأثير كبير في إحداث نوع من التحول العسكري في المنطقة. لكن بشكل أو بآخر إذا نظرنا إلى بعض الجهات الحيادية، إذا أننا لا يمكن التعويل على وسائل الإعلام الغربية، خصوصا هنا في بريطانيا، فإن الحكومة البريطانية مولت بعض وسائل الإعلام للحديث عن الحرب الروسية والتقدم الأوكراني بشكل إيجابي. إذا نظرنا إلى التحديث الذي أصدرته هيئة الاستخبارات البريطانية، هناك اعتراف بخسائر أوكرانية كبيرة، لكن وصفتها بأن تصريحات وزير الدفاع الروسي بالنجاحات التي تحققت مبالغ فيها. التأخير في الهجوم الأوكراني المضاد ربما يكون له تأثير سلبي أيضا على القوات الأوكرانية نفسها وعلى تدفق السلاح، فكلما طال انتظار هذا الهجوم وتأخيره فإن ذلك يعطي فرصة للجانب الروسي لمزيد من الاستعدادات لصد الهجوم، وربما هذا ما شاهدنا بعضه، إذ أن هناك تقدم في ثلاث قرى، ولكن في خيرسون وزاباروجيا فمنيت القوات الأوكرانية بخسائر كبيرة تحدثت عنها بعض الوسائل الإعلام، والكثير منها محايدة بصرف النظر عما قاله الجيش الروسي أو قالته الوسائل الإعلام الأوكرانية، فإن هناك خسائر أوكرانية حدثت. أيضا هناك نوع من الحديث عن احتمالية تفجير سد آخر تحدثت عنه هيئة الإذاعة البريطانية وحاولت توجيه الاتهام إلى روسيا، لكن لم يتسنى لأحد التأكد من هذه التهديدات، أي أننا أمام مزيد من التصعيد في الحرب. نعم طبعا، في الحديث عن هذا الموضوع، يعني هناك لا تزال تعهدات أوروبية كندية أمريكية أكيد مستمرة في مساعدة أوكرانيا وتوفير المزيد من الأسلحة، هل يتوقع أن يكون لها تأثير على سير عملية الهجوم المضاد لأوكرانيا؟ نعم بالتأكيد سيكون لها تأثير إيجابي لصالح القوات الأوكرانية، لكن الأزمة الحقيقية أن هذه المعدات
تحتاج فقط لإحداث نقلة نوعية خلال الأشهر القادمة. هذه المعدات من الأسلحة المتطورة هي معدات ثقيلة تحتاج لأرض جافة. إذا انتهى فصل الصيف فهذا يعني أن الهجوم الأوكراني المضاد ربما يواجه صعوبات كبيرة. لكن إذا نجحت القوات الأوكرانية في إحداث نقلة نوعية في هذا الهجوم ربما تتواصل الأسلحة والمزيد من الأسلحة المتطورة لأوكرانيا. لكن إذا فشل الهجوم ربما يدرس الغرب بشكل أو بآخر أحد الاستراتيجيات الأخرى، إذا أنه لا معنى من استمرار تدفق الأسلحة التي ستنهار أمام الدفاعات الروسية. هذه هي نقطة مهمة جدا للغاية. نجاح القوات الأوكرانية في استخدام الأسلحة التي لديها وإحداث نقلة على الأرض سيساهم في تدفق مزيد من الأسلحة المتطورة للجانب الأوكراني. طيب إذا بنتكلم عن الوضع الدبلوماسي جمال، يعني هل هناك مجال لعودة الطرفين الروسي والأوكراني إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول سلمية لهذه الحرب؟ ونتكلم يعني سنة وأكيد 4 أشهر تقريبا، فماذا نتوقع؟ هل هناك مجال لهذه المفاوضات؟ لا أعتقد أن هناك أمل في أي حل دبلوماسي في الوقت الحالي، خصوصا في ظل تدفق الأسلحة والهجوم الذي بدأ والاتهامات المتبادلة. لكن يبدو أن هناك حذر دبلوماسي بشكل أو بآخر بعد بعض التقارير التي قد تشير إلى عدم تورط إلى تورط بعض الدول الغربية في هجوم في تفجير خطوط الغاز. وأيضا هناك حذر في توجيه اتهام حتى الآن إلى روسيا بأنها وراء تفجير السد، إذ أن المخاوف تتزايد من احتمالات أن تكون هذه التقارير غير حقيقية. إذن فهناك تخوف من أي عمل دبلوماسي، خصوصا أن الجانب الروسي يعتبر أن انسحابه من أي منطقة يعد هزيمة عسكرية، ومعناها أن النخبة الحاكمة الموجودة في روسيا الآن منيت بهزيمة وربما ينبغي عليها أن ترحل وأن نرى نخبة أخرى. هذا ما لن يوافق عليه الجانب الروسي إذا ظل محافظا على الأرض التي هو عليها. حتى الآن سياسيا فإن الجانب الروسي يعتبر منتصر حتى ولو تكبد خسائر كبيرة. ولكن بشكل أو بآخر كي نكون منصفين، فإن الرئيس الأوكراني رغم كونه ليس لديه خبرة عسكرية فإنه يؤدي بشكل جيد واستطاع أن يحرك العالم نحو قضية شعبي، والجانب الأوكراني يؤدي بشكل كبير وشكل جيد في الحفاظ في حوالي لاستعادة أراضي. لكن المشكلة الأساسية هي ما الذي سيوافق عليه الرئيس بوتين وما هي العروض التي قد يقبلها، إذ أنه بكل الأحوال لن يقبل بأن يخرج مهزوما لا سياسيا ولا عسكريا. جزيل الشكر لك جمال شاهين، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا لك على هذه المداخلة. إذا أول شيء شلون تجمع اقتصادياتك هالأيام؟ شنو؟ ما راح أتكلم عن هالموضوع بسهولة. مبين من التنهيدة، من التنهيدة. إن شاء الله تنزل هاليومين قالوا. إن شاء الله يعني 7-6 آخر 7 آخر 6. ناطرين المكافآت يعني. مع أهم وآخر الأخبار الاقتصادية راح نتابعها في سياق هذا التقرير. وقعت الإدارة العامة للطيران المدني مع شركة ليوناردو الإيطالية عقدا لتركيب رادارين جديدين ضمن خطتها لتطوير أنظمة الملاحة الجوية بمطار الكويت ب6,680,000 دينار كويتي بمدة تنفيذ 950 يوما. وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي على هامش التوقيع أن العقد يأتي ضمن خطة الإدارة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي. إلى ذلك أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح عن إطلاق طريق حرير عصرية جديدة بين العالم العربي والصين. وقال الفالح أن محرك هذه الطريق رؤيتنا للتعاون والتشاور، ووقود انطلاقتها شبابنا وابتكاراتنا، مضيف أن المملكة ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجا استراتيجية الاستثمار في المنطقة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية
قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر 2021، إذ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بنحو 28 ألف طلب لتصل إلى 261 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 يونيو وفقا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فيما زاد معدل النمو بوتيرة أعلى منذ يوليو 2021 متجاوزا توقعات السوق. وفي خبر آخر، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي عزم المنظم الروسي إعادة التضخم في البلاد إلى مستوى 4% في العام 2024. هذا وأكدت رئيسة البنك العزم على العمل من جديد لإعادة التضخم إلى الهدف في العام المقبل والحفاظ على المؤشر عند المستوى المستهدف في المستقبل، وستكون هناك حاجة إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل من أجل السيطرة على التضخم. بما أن اقتصاديات خلنا نقول لعشاق الأحجار الكريمة، حيث باعت دار سوتبي للمزادات اثنين من الأحجار الكريمة تبدل أنا مقابل 34 مليون و 800 ألف دولار أمريكي رقم أمريكي في نيويورك، محققة أرقاما قياسية لكليهما، هم بالجوز بيبيعوا بالجوز. حققت استيرلا دفري أو ما تعرف بنجمة الغضب من موزمبيق وزن 55.22 قيراط، وهي أكبر ياقوتها تم بيعها في مزاد علني سعر قدره 30 مليون دولار أمريكي بعد 90 ثانية من المزايدة، بينما لم تحتاج ألماس إترنال بينك وردية اللون إلا دقيقتين فقط لتصل إلى 30 مليون دولار أمريكي. حتى بالأحجار في عنصرية. أكد أحد خبراء المجوهرات في الدار أن هذه القطعة راح تكون واحدة من أهم الماسات على مر التاريخ، لأنها نقية تماما لا يوجد فيها أي شوائب، كما أن لونها الوردي هذا لم يظهر سابقا بالأسواق أو المزادات. هذه بعض الصور اللي قاعدين نشوفها معكم لهذه الأحجار التي قدرت بهذه الأثمان في مزاد سوتبي في نيويورك. كم قلنا؟ 4 وكم؟ وايد 34 مليون دولار. 800 ألف مخرجنا حتى ما يقول 800 ألف، يقول فاصلة 8، لا 800 ألف دولار فوق ال 34. إذا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وكانت غنية وثرية بمواضيع منوعة. ثرية وغنية بمواضيع منوعة. مو شو اسمه؟ فلوس ختاما كانت بيزات حلوين. إيه إن شاء الله عادي لنا شيء. كل هذا طبعا كل هذا كل اللي قلناه اليوم على أمل شنو قلت أنا؟ على أمل أن نلقى مسعود عداني. أهلا الهواء. إذن مشاهدي الكرام نلقاكم على خير إن شاء الله باكر في نفس الوقت. كل الشكر لمتابعتكم وشكرا لأسرة البرنامج. شكر موصولك. شكرا مسعود، ونلقاكم غدا بإذن الله والمزيد من الأخبار على برنامجكم العالم هذا الصباح. دمتم بخير.
ضيوف حلقة اليوم: الدكتور عبد العزيز الفرحان، عضو هيئة التدريس بكلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. الدكتور طارق الرشيد، عضو هيئة التدريس بقسم علوم البحار بجامعة الكويت. ابتسام القعود، رئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات. حياكم الله مشاهدينا في ساعتنا الحوارية لهذا اليوم، وفي ظل التحديات البيئية اللي تعيشها دولة الكويت بكافة المؤسسات اهتماما كبيرا في البيئة والمواد الطبيعية فيها، ففي قسم علوم البحار التابع لكلية العلوم في جامعة الكويت تحديدا يتم إعداد أجيال تسعى هذه الأجيال لفهم البيئة البحرية أيضا المحافظة عليها كونها مصدر اقتصادي مهم يا دانا. أكيد نواف، إحنا بهاللقاء راح نبحر أكثر لأن التخصص جدا عميق، بنتعرف على هذا الموضوع. يسعدنا نستضيف اليوم الدكتور طارق الرشيد، عضو هيئة التدريس بقسم علوم البحار. حياك الله، صباح الخير. أولا صباحك الله بالنور، وأشكركم لاهتمامكم وتسليطكم الضوء على تخصص علوم البحار وإتاحة الفرصة لنا لشرح مدى أهمية هذا التخصص لدولة الكويت ولمشاهدينكم الكرام. هذا واجبنا دكتور، وحياك الله وصبحك الله بالخير. ونتساءل عن هذا التخصص، تخصص علوم البحار، يعني ممكن البعض يعتقد أن هذا التخصص مجرد فقط اسمه علوم بحار ما يتوسع ويتشعب، لكن بالتأكيد تعريف عندك. أكيد، تخصص علوم البحار هو تخصص علمي مختص في دراسة المسطحات المائية، سواء كانت هذه المسطحات المائية عذبة أم مالحة، كالبحار والخلجان والمحيطات والبحيرات والأنهار. وينظر لها من أربع زوايا، وهي تعتبر الأربع ركائز لعلوم البحار. عندنا الكيمياء البحرية المختصة في دراسة الملوثات والمركبات الكيميائية في العمود المائي، عندنا البيولوجيا البحار أو البيولوجيا البحرية المختصة في دراسة الكتل الحيوية الموجودة في البحر مختلف أنواعها، عندنا دراسة الجيولوجيا البحرية المختصة أو المعنية بدراسة المورفولوجيا قاع البحر، حركة الرواسب، أنواع الشواطئ والرسوبيات الموجودة فيها، وبالأخير عندنا فيزياء البحار المعنية بدراسة التيارات البحرية، عملية المد والجزر والأمواج والطاقة. حلو، شغلات يعني وايد ما شاء الله في هذا المجال. دكتور طارق، الحين عندنا الخريجين الثانوية العامة بيتخرجون إن شاء الله، ويعني لو تقول لهم أهمية وجود تخصص علوم البحار. طبعا كون الأرض 70% منها ماء و 50% من الأكسجين اللي يمد الكرة الأرضية مصدرها المحيطات، والمحيطات بشكل عام هي المحرك الرئيسي للغلاف الجوي، تعتبر البحار مهمة جدا، خصوصا في ظل التحديات اللي مر فيها كوكب الأرض من تغيير المناخ والاحتباس الحراري، وخاصة في دولة الكويت من خلينا نقول تآكل الشواطئ، ازدهار الطحالب، عندنا نفوغ الأسماك، فلازم وجود مختصين قادرين على تتبع وحصر هذه الظواهر السلبية. صح. ومحاولة خلينا نقول حصرها وإيجاد حلول لها، وذلك لاستدامة البيئة البحرية في الكويت والمحافظة على المخزون السمكي في دولة الكويت. وعلى النقطة هذه في نشأت فكرة إنشاء مركز بحثي لعلوم البحار على في عهد الشيخ الأمير الراحل جابر الأحمد في 1986، وتوجت واستمدت في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، ومنها تم إنشاء مركز وقسم علوم البحار بجامعة الكويت في العام الأكاديمي 2014-2015، ومنه يقوم القسم يقوم أنه كمركز أكاديمي وبحثي يسمو ويرفع اسم الكويت في المحافل العربية والعالمية. طبعاً. أتسأل إذا كان يعني إذا كنت أنا أتخيل إن أنا طالب في هذا القسم وعند الدكتور تحديداً، هل الغوص يعطيني درجة ولا هل شرط الغوص؟ ولا مو بس الغوص، يعني أنا واحدة ما أعرف أسبح، فهل الغوص والسباحة شيء إجباري؟ أول شيء لازم تكون حداك. بعد معناته ما راح اخذ تخصص الغوص غير اجباري بتاتا، اصلا مو متطلب من الطالب انه يعرف السباحه. فصحيح انه في عندنا هنا جل مقرراتنا تطرح في الميدان، يعني يكون فيها شق نظري وعملي، لكن الطلبه راح يكون عندهم استخدام سباحات، واذا في اي طالب يواجه مشكله راح احنا يعني نتعاون وياه، بس ما راح يكون في عندنا نزول للماء عن طريق السباحه او الغوص.
لكن سؤال ممتاز جدا. مستقبلا ان شاء الله حلو. حاليا احنا في صدد عمل مقرر يخدم اللي هو الغوص العلمي وراح يكون مقرر اختياري حر لطلبه جامعه الكويت، اي احد يقدر يسجل فيه، لكن راح يكون في ضوابط لسلامه ابنائنا الطلبه. الغوص للبحث العلمي يعني في البحث العلمي التعرف على البيئه البحريه، يعني راح يكون منظوره مختلف، يعني مو مثل السياحه او الهوايه العامه. يعني راح تكون ماده اختياريه دكتور؟ اختياري حر، لكن راح يكون فيها مثل خلينا نقول يعني اختبارات في الصحة، في مثلا اللياقة البدنية، على أساس أن نقدر نقبل الطالب فيه ولا لا، بس هذا للحين ما عمل فيه. لأن ترى منظر البحر من الخارج غير الداخل طبعاً. يعني عالم آخر داخل، وأنا قاعد يمكن أشوف بعض القنوات المتخصصة في الأفلام الوثائقية اللي تصور لك منظر البحر من الداخل، فتشوف عالم آخر داخل، فأتوقع أن هذا التخصص معني في الداخل لهذه الأماكن. مثل ما ذكرتك صحيح، أن بالنهاية الأربع فروع هذه الكيمياء والفيزياء والأحياء كلهم ترى مرتبطين ببعض بالضبط. فأنا تخصصي الحين الدقيق هو حركة الرسوبيات، وهو يعتبر مزيج ما بين الفيزياء والجيولوجيا. في عندنا أيضا دكاترة آخرين اللي هم تخصصهم بيئة بحرية، فيدرسون كذا الناحية مع بعض ويطلع فيها هذا التخصص. جماعة العلم يعني الأدبي شوي يريحون ويخرج. أنا علمي. بس ما شاء الله. ما يمنع، إحنا في عندنا مقرر هو مقدمة في علوم البحار واختياري حر. صح. ياخذون يعني التخصصات الادبيه والعلميه، وبالعكس مقرر ناجح جدا. للاسف ان انا ما اخذت ماده ثانيه. دكتور طارق، ندري ان بجامعه الكويت في العديد من التخصصات النادره، هل علوم البحار من التخصصات النادره؟ طبعا تخصص علوم البحار بشكل عام يعني تؤسس في اواخر القرن التاسع عشر، وبالكويت في 2014. فمن ناحيه خلينا نقول مقارنه العلم كعام، يعني مو بس بالكويت، بباقي العلوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، العلوم الكبيره والقديمه، يعتبر عدد العلماء الموجودين والباحثين فيها قل مقارنه فيهم، فيعتبر تخصص نادر. احنا بالكويت ايضا معروفين ان عندنا جزر كثيره في الجزر الكويتيه والمعروفه، وبعضها مستغل وبعضها غير مستغل، فموضوع هذا القسم بمشاريع الدوله وهذه الجزر تحديدا في الجانب الدراسه والبحث كذلك. بالضبط البحث. طبعا دولة الكويت في الآونة الأخيرة لها مشاريع كبيرة خاصة في المنشآت البحرية كجسر جابر عندنا، ميناء مبارك، مشروع الأولويات الخيران. طبعا مثل المشاريع الكبيرة هذه بحاجة إلى مختصين في خلينا نقول دراسة البيئة البحرية ومعرفة مدى تأثير هذا الجانب من الإنشاء على البيئة، من خلينا نقول صحتها. مهم جدا وجودهم، مهم جدا خلينا نقول تعاون. فبالقسم عندنا احنا مختصين في الميكروبيولوجي، في الاحياء البحريه، في اداره الاسماك والمخزون السمكي، في عندنا في حركه الرسوبيات، في الفيزياء البحريه، الملوثات، وكلهم على استعداد في التعاون مع الجهات الحكوميه وغير حكوميه لي خلينا نقول صب ما هو في مصلحه دوله الكويت. أكيد. حتى مساله معرفه المشاكل اللي تصير في البحر مثل النفوق اللي صار قبل سنوات، اتوقع ان هذا ايضا جانب مهم عندكم. اكيد. وهذا في عندنا احنا المفروض ما نتكلم، في بحث قادم ان شاء الله. راح نقوم فيه انا وكذلك الدكتور فهد السنافي، وخلينا نقول كوكبه من العلماء من جامعه وودهول وجامعه الملك فهد، في خلينا نقول فهم هذه الظاهره. كل التوفيق لكم. جزاكم الله. اكيد. دكتور طارق، جانب من مشاركات القسم، نظم قسم علوم البحار فعاليه بالتعاون مع معهد الاسباني لعلوم المحيطات، ممكن تقول لنا عنها؟ صحيح. الفعاليه اللي تكرمتوا عنها، اللي هي تفضلت تكلمت عنها، اللي هي يوم المحيطات العالمي، وهي يوم اقر من منظمه اليونسكو في 2008 على أن يقام في كل 8 يونيو من كل عام. فعلى أثر ذلك قام قسم علوم البحار ومركز علوم البحار في عمل هذه الفعالية، ودعوة كوكبة من العلماء المختصين من المعهد الإسباني للمحيطات. هذه صور دكتور من الفعالية. صحيح. صحيح. وني عندنا دكتور عبد الرحمن هو المختص في إدارة الأسماك. هذا في اسبانيا ولا في الكويت؟ هذا في الكويت. في المركز. هذه في قاعه الندوات. اي كانت ندوه، هي تعتبر فعاليه، وفيها كان في عده محاضرات تناولت مواضيع عده، اهمها والهدف منها توعيه في البيئه البحريه، وخلينا نقول زياده الثقافه العامه
للحاضرين سواء كانوا من الطلبة أو من العامة أو من الأساتذة الموجودين. أنا من ناحيتي غير مختص في البيولوجيا البحرية، تعلمت أمر خاص في السلاحف الكويتية. حلو ممتاز. كويت سات من الإنجازات الكويتية اللي صارت، وخاصة الإنجازات هذه اللي طلبة كويتيين، والقسم أتسأل عن بعض طلبة القسم اللي شاركوا في عملية بناء كويت سات، أكيد كان هناك تعاون تحفيز لهؤلاء الطلبة، لأن أيضا يعتبر إنجاز علمي من الإنجازات العلمية اللي تمت. صحيح كلامك، بس إذا تسمحوا لي أذكر نقطة. الطاقة الشبابية بالكويت يعني طاقة ممتازة وجبارة، يعتبرون بيئة خصبة، فقط يحتاجون خلينا نقول إمدادات من ناحية تشجيع تزويدهم بالعلم. حلو. وراح تشوف ازدهار إنتاجاتهم هذه كثمار. بالضبط. هذا أحد ثمار هذا كانت اللي هو كويت سات. فلو تشوفون أنتم أغلبية اللي مشاركين ترى من الطلبة. دورنا كأكاديميين كان فقط توجيههم، تقديم الدورات لهم، متابعتهم، ويعني بين نجاحه. وشيء بالشيء يذكر لو تطالعون أن غالبية الفريق اللي عمل عليه من الطلبة يعني أغلبيته هو من عنصر النسائي. صحيح. يعني يدل ذلك، يدل أن المرأة الكويتية مبدعة. بالضبط. بل هي قادرة على خلينا نقول حاليا يعني من ناحية السباق اجتازت نظيرها الرجل. وصلت الفضاء. لا نظير الرجل وصلت الفضاء. صحيح. فتمكنت من هذه العلوم. أكيد دور المرأة جدا مهم، ومثل ما قلت دكتور في العديد من الطاقات الشبابية موجودة. دكتور ماذا عن المجالات عمل خريجي قسم علوم البحار؟ طبعا مثل ما ذكرنا أو تفضلت أنت أن هل هو تخصص نادر؟ بالضبط. بما أنه نادر وتو خلينا نقول القسم بدأ يطلع مخرجاته من 2014 وأسس العام الأكاديمي 2014-2015، فسوق العمل متعطش جدا لمخرجات هذا القسم، على اساس انه يكون في عندنا مختصين يتبعون البيانات البحريه والمحافظه على البيئه البحريه، فعندنا مخرجاتنا ممكن يتوظفون في الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه، عندنا طلبه توظفوا في الهيئه العامه للبيئه، في اللي هو جامعه الكويت في القطاع البحثي عندنا او في مختبراتنا البحثيه، او انه يتوظف كمعيد بحث فيكمل مجاله في الماجستير والدكتوراه ويرجع كاستاذ في الجامعه. بالإضافة إلى ذلك ممكن في المؤسسات النفطية في إدارات التتبع البيئي، في عندنا بوزارة الداخلية بالتحديد في إدارة عامة خفر السواحل في المسح البحري، ونتطلع لخلينا نقول إدخال مخرجاتنا في السلك العسكري على أساس أنه يكون في مثل إدارات معينة مثل شرطة البيئة أحد يعني خلينا نقول العناصر المتمكن في الميدان. علم وعمل يعني يجمع. بالضبط. يعني هذا الحديث اللي خريجي الثانوية تحديدا بأن لا تحاتي ترى وظيفتك موجودة بإذن الله. وهذا تخصص ترى يعتبر نادر. صح. ويعتبر من المجالات اللي فيه توسع أكثر في المستقبل القريب ودولي عالمي، ما هو بتخصص محلي. صحيح. فقط. سعدنا جدا بالحوار معك دكتور، وأسأل الله يوفقك وايضا طلبه القسم في علوم البحار. جزاكم الله خير ومشكورين على الاستضافه. حياك الله. مشاهدينا كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور طارق الرشيد عضو هيئه التدريس بقسم علوم البحار على وجوده معنا في هذا اللقاء. عندنا فقره بتقولكم دان عن هذه الفقره. شكرا لضيفنا. اكيد بننتقل معاكم من علوم البحار. يعد الزجاج من اكثر المواد المستخدمه منذ زمن يعيد في الاواني المنزليه واعمال الديكور وغيرها من الاعمال الحرفيه. مشاهدينا فقره جزاز آرت راح نتعرف على فن تشكيل الزجاج مع محمد الدويسان، خلينا نشوفها مع بعض. صباح الخير. في احد فينا ما يحب دهن العود والطيب؟ نسوي لكم شيء إن شاء الله اليوم ينفع حق الاستقبال أو ممكن تقدمونه هدية. تابعوني. إن شاء الله بالفقرة هذه راح نسوي غرشة دهن عود، هذه اللي خلينا نقول اللي موجودة بالسوق، بس نسويها إن شاء الله بشكل يعني مبتكر في هذا التطبيق إن شاء الله. بحاول كثر ما أقدر أسوي بشكل سريع وما أدخل في التفاصيل وأنا قاعد أشتغل، وفي نفس الوقت بنشوف شلون أحول الزجاج الكلير أو الزجاج الصافي إلى مادة برشها بحيث أنها تأخذ اللون الذهبي. هذا اللي هو التيوب
طبعا الزجاج اللي انا استخدمه هو زجاج البوروسيليكت او البايركس احنا نسميه، هذا خاص حق النفخ، قطعه جاهزه. فابتدي اجهز شغلي، هذه اللي هي قلنا احنا عنها نفس القصدير بالشكل هذا، ابتدي يعني خلينا نقول يعني شغله نفس اللي اقصها بالنص، بحيث انه تالي راح نشوف شلون استخدم الماده هذه وشلون ارش فيها الزجاجه. كالعاده لازم اول شيء النظاره، اتاكد ان كل ادواتي موجوده يمي اللي احتاجها اثناء التشكيل. بسم الله، شغل النار اول شيء، بنسوي غرشه وبنحاول خلينا نقول شنو راح تكون القاعده. قاعده بسوي اللي خلينا نقول ورقه اشاره صغيره. هذا الزجاج فيه من نوعين، النوع اللي هو التيوب اللي هو المفرغ هذا مال النفخ، بالاضافه الى الرود. بحاول كثر ما اقدر اسوي التطبيق بشكل سريع. تلاحظون بين فتره والثانيه ازيد النار، ادفع الاكسجين على حسب القطعه وعلى حسب الشيء اللي احنا قاعد نشتغل فيه. فمثل ما قلت لكم هذه ان شاء الله القاعده اللي راح تقعد عليها قرشة دهن العود. السكينة العادية. الحين عاد اسوي لها ستريتش، ما عليه ماخذ لاف او على شكل تويست. بسوي القاعدة اللي إن شاء الله تثبت عليها الغرشة. خلينا نقول الحين افتح الجهه هذه، اسكر الجهه الثانيه، بعدين اسوي الفتحه مالت الغرشه، الفتحه اللي من فوق اللي يدخل ان شاء الله فيها دهن العود. هذه الطريقه اللي افتح فيها عشان اعرف ان الفتحه من فوق صايره خلينا نقول بشكل دائري. بعدين عاد خلينا نسوي الشفه، الشفه مالت خلينا نقول الغرشه من فوق. نغير اللون، راح تشوفونه من خلال خلينا نقول هي ورقة القصدير، يسمونها الفيومينج هذه. في النهاية شفتوا الفقرة هذه فيها اللي هو شلون سويت اللي هو الغرشة اللي خاصة مالت الدهن العود اللي أو حق المخلط، وشفتوا شلون طريقة تحكمت في موضوع اللي هو النفخ وقوة القطعة، وشلون دخلت اللي هو الدوتس، وشلون بديت أرش اللي هي نفس المادة اللي خاصة مالت القصدير والتدرج، وحطيت اللي هو الغطاء والتسكيرة فوق مالت دهن العود. إن شاء الله عجبتكم فقرة اليوم، نشوفكم في فقرات ثانية. حياكم الله مشاهدينا، لقائنا الثاني يتكلم عن مؤتمر
تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر 43 الذي تنظمه المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات تحت شعار السياسات الحكومية وفعالية ريادة الأعمال في المجتمع الخليجي. يا نواف، لذلك دعنا مشاهدينا الحديث حول هذا المؤتمر ونفصل فيه أكثر. خلونا نرحب ونصبح بالخير على ضيفتنا الأستاذة ابتسام القعود رئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات. صباحك الله بالخير أستاذة. صباحك الله بالنور والسرور. حياك الله أستاذة. المؤتمر 43 الذي تنظمه المنظمة، شنو اللي يميزه هذه السنة؟ طبعا المؤتمرات يعني أنا أحس أنها كلها متميزة، لأن ليش؟ أنا أقول لك كل فترة إحنا نناقش قضية مهمة، فكل مؤتمر يناقش قضية بطريقة مختلفة. اللي يميز هذا شوية إنه هو يعني يركز على المرأة، وإحنا كمنظمة تمكين المرأة يعني طبعا عملنا أغلبها مع النساء وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. هذا المؤتمر يتكلم عن التحديات اللي تواجه المرأة في العمل أعمال القيادية. حلو. فالعمل القيادي يعني هو عمل إحنا كمنظمة نساعد النساء بتمكينهم بكيفية أن تكون شخصية قيادية. هذا طبعا يكون عن طريق التدريب، عن طريق التشجيع، عن طريق الورش التدريبية، لأن أنت علشان تصيرين قيادية لابد أن تمري بإعدادات. وأنا دائما أركز على 5 سنوات الأولى، ودائما أقول حق الأمهات ركزوا على 5 سنوات الأولى، بنتك تبدأ من هنا من هناك بأنها تكون قيادية. أنت لما تعطينها الثقة، لما تعطينها صلاحيات معينة على حسب سنها، لما تحترمين فكرها، لما تحترمين عنادها، لما تحترمين إصرارها على لبس شيء أو إصرارها على أن هي تبي هذا الشيء. بعض الأمهات مثلاً تضايق تقول لك لا هذه عنيدة، هي مي عنيدة، هي قاعدة تبتدي تكون شخصيتها، مو راسها يابس، هي قاعدة تفرض شخصيتها. من هنا عاد شوفي الأهل إذا هم متفهمين راح يحتوون هذه الشخصية فتصبح قيادية. حتى أنا بالنسبة لي البرلمانيات وغيرهم ما أقول لهم أنتم قاعدين في قاعدة ويقولوا لك نزلي البرلمان، لا، هو إعداد. علشان كذي أنا أركز على المناهج الدراسية إنها تركز على الإنسان من الابتدائي والمتوسط والثانوية في إعداد الشخصية القيادية. صح. الشخصية اللي تبي تعطي لابد إنها يعني قصدي اللي بتعطي لازم تعلم إنها تعطي وتاخذ في نفس الوقت. طبعا. يكون بالانس بالأمور هذه. نعلمهم إن أنت مثلا تصيرين مثلا شلون تفرضين رايج. الذكاء الاجتماعي، أنا دائما أقول مو ضروري ابنك يكون A straight A، لكن خليه يكون ذكي اجتماعيا، لأن الذكاء الاجتماعي هو النجاح بالحياة. وهذه يعني دراسات أثبتت أن الإنسان يتعلم في ذكاءات كثيرة ومنها الذكاء الاجتماعي. عشان كذي بتسأل عفوا المقاطعة أستاذة المحاور إذا تفضلت فيه عن القيادة للمرأة، المرأة القيادية. نعم. هل محاور المرأة والقيادة بالضبط المرأة والقيادة، هل محاور تتكلم عن المرأة في كل ظروفها في كل أماكنها وتواجدها، ولا في أماكن معينة وقيادة عملية فقط عن أماكن أخرى؟ طبعا إحنا أول شيء قاعدين نتكلم عن السياسات الحكومية. إيش كثر تمنح السياسات الحكومية المرأة في تبوء المراكز القيادية. طبعا إحنا عندنا تحدي بالكويت إن المرأة ما زالت النسبة مالتها في المناصب القيادية قليلة نسبة إلى الرجل. هذه قاعدين نسعى إن إحنا بال 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 بالحوار بالإثبات بالكثير من الأشياء زيادتها. إن بزيادتها. الشيء الثاني الموروثات، الموروثات الثقافية وثقافة المجتمع، والمجتمعنا يعني ذكوري مهما كان، فبالتالي هذه التحديات هي اللي تواجه المرأة. الشيء الثاني إحنا كمنظمات مجتمع مدني إحنا قدامنا يعني تحديات إن نساعد هذه المرأة ونساندها عن طريق مثل ما قلت لك الورش التدريبية والتوعوية والمؤتمرات وغيرها من الأشياء اللي نحسسها بقيمتها وبدورها، وإنها هي تبحث عن قيمتها، ما تنطر المرأة أحد يقول لها تعالي، هي تسعى من البداية بإنها تحقق الأشياء اللي تبيها.
شيء ثاني طبعا احنا كمنظمات مجتمع مدني هم مثل ما قلت لك لنا دور كبير بعملية التوعية، بعملية الـ 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 الإعلام معانا. طبعا الإعلام أهم شيء، تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع. صح. يعني من حق المرأة أن تتبوأ، طبعا أنت ساعدتيني هذا الموضوع بما أن نساء، فبالتالي يعني الخطاب الديني يجب أن يركز برضو على أن المرأة ممكن أن يعني تمسك تكون قيادية في أي مكان، ترى ممكن تكون ناظرة، ممكن تكون دكتورة، ممكن تكون في مصنع، في يعني في أي ميدان. القيادة في أي ميدان. صحيح. يعني صحيح. في كل الميادين. أستاذة، حتى المرأة اللي قليلة الحيلة على ما يقولون، أو المرأة المعيلة، هذه إحنا نعلمها أن تكون عندها مهنة فتكون سيدة نفسها. أي. فتكون قادرة على إدارة حياتها من غير ما أنها تنذل أو تتبهذل، بالعكس يكون لها مصدر دخل لو بسيط يعطيها قيمة اجتماعية. صحيح. ممكن يعني تشغل وقتها في هي مو تشغل وقتها بقدر ما ان هي تساعد نفسها. لما المرأة تساعد نفسها اقتصاديا او توقف على رجلها اقتصاديا، ترى هي اجتماعيا ونفسيا وصحيا تصير وايد احسن. صحيح صحيح. استاذة، اليوم المؤتمر راح ينطلق ان شاء الله، لكن بنعرف ليه متى راح يستمر هالمعرض؟ هو المؤتمر راح يسبقه تحت رعاية الشيخة فادي الصباح معرض للنساء المنتجات والمعيلات وكثير من المهن اللي تقوم فيها النساء. والاسم يكون راح يكون من الساعة 4:30 للساعة 5، الساعة 5 ل 8 فترة مسائية. من 5 إلى 8 راح يكون عندنا الجلسة الأولى اللي فيها متحدثات نساء، راح يرأسها دكتور يعقوب الكندري من جامعة الكويت، أستاذ دكتور. اليوم الثاني راح ترأسها الشيخة فادية من 5 إلى 8، فهي يومين إن شاء الله. يومين، كل التوفيق لكم. على مدى يومين. عادة أيضا يكون في زحمة بالجدول، اللي يكون مثلا في ورش وفي محاضرات وفي معرض. هذا المؤتمر أيضا في نفس هو طبعا مو مثل المؤتمرات الثانية، هو عبارة عن جلستين فقط. وهذه الجلستين احنا أول شيء سويناها مغلقة، بعدين قلنا ليش خلي المجتمع وخلي النساء يجي، ففتحناها للجميع. للجميع في غرفة تجارة وصناعة الكويت في قاعة بحرة إن شاء الله. دعوة للجميع طبعا، مش مختصة. حلو. جميل. أستاذة، هل هناك يعني جهات حكومية مشتركة معكم في المؤتمر مشاركة؟ طبعا عندنا مثلا مشاركات من جامعة الكويت، دكتور يعقوب الكندري، دكتورة سلوى الجسار، في عندنا يعني كذا أستاذ من الجامعة، دكتور سالم المطوع، في عندنا من منظمات مجتمع مدني، في عندنا يعني مثل أستاذ إقبال الأحمد كإعلامية مشهورة، في عندنا نساء ماسكين جمعيات نسائية. حلو. يعني في تنويع بالمتحدثين. حلو. أستاذ، في مجلات عالمية قاعد تصنف المرأة الخليجية العربية وكويتية أيضا بأنها قائدة في المجال الاقتصادي مثلا، وعندنا أسماء معروفة وشهيرة بهذا المجال، وهذه المجلات عادة تحط حتى صورهم على غلاف المجلة بدليل أن التمكن أو تمكين المرأة في هذه الدول وصل إلى الصدارة للعالمية. هل سيتطرق هذا المؤتمر لهذا الموضوع؟ طبعا بالنسبة حق التمكين الاقتصادي للمرأة وإدارتها الاقتصاد، دائما أنا أفتخر بالمرأة الكويتية القديمة اللي كانت تدير بيتها وتدير عائلتها، وزوجها كان بالغوص. فالمرأة الكويتية على فكرة مرأة عريقة، يعني مرأة عظيمة. أنا أقول هي مو تحيز، لكن هي والمرأة الكويتية كانت من أول أيام، يعني من بداياتها هي قيادية اقتصادية، هي تدير البيت. نعم بالضبط. نعم. والآن النساء أثبتوا نجاحهم في كثير من المجالات، حتى المشروعات التجارية تلاقي النساء متفوقات، فإذا عندهم القدرة على الإدارة. صحيح. الاقتصادية حالهم حال غيرهم من الخليجيات أو العالم كله. أكيد. أستاذة ابتسام، شلون تشوفين دور منظمات المجتمع بدعم المرأة وتمكينها؟ طبعا منظمات المجتمع المدني هي منظمات مساندة للحكومة في عملها، فبالتالي عندنا تحديات ودور كبير كمنظمات مجتمع مدني في مساندة المرأة في كل الأمور، سواء اقتصادية اجتماعية نفسية مثل ما أقول دائما. بس أنا عندي وجهة نظر، يعني أن التشابك بين منظمات المجتمع المدني في الكويت تسهل العملية، تخلي الموضوع يصير أحسن أسلس. ليش؟ يعني نعمل مع بعض، مو نعمل يعني من حيث انتهت نعمل إحنا، فبالتالي يكون عملنا واضح، في عندنا خطة مدروسة. فبالتالي إحنا كمنظمات عندنا تحديات كثيرة ودور كبير بمساندة المرأة في كل المجالات. نعم نعم. عن هذا المؤتمر وهذه يعني
الندوة اللي راح تكون اليوم وغدا، اليوم مدة يومين. نعم. توجه رسالة للحضور لجميع الفئات العمرية ولا في فئات محددة؟ والله أنا دائما أدعو الجميع، يعني متقاعدات، موظفات بأي مهن موجودة، حياهم الله يشرفونا ويتفضلون، وإن شاء الله تكون استفادة للجميع. تحديد المكان؟ نعم، المكان المقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، قاعة بحرة، وطبعا هناك راح يشوفون التنظيم، وحياهم الله. الله يحييك، كل التوفيق لكم أكيد في هذا المؤتمر. كل الشكر لك أستاذة، إحنا وصلنا معك لختام هذا اللقاء، شكرا لك. عفوا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. كل الشكر لضيفتنا الأستاذة ابتسام القعود، رئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات. نواف، وين بتودينا؟ إلى فقرة، وهذه الفقرة للأستاذ والخبير في الأرصاد والطقس والفلك الأستاذ عيسى رمضان، وحديث ومواضيع جميلة تخص الطقس والحياة البيئية في دولة الكويت. خلونا نشوف معكم هذه الفقرة ونرجع معكم لفقرة الحوارية. قبل 5000 سنة كان لجون الكويت وجزيرة فيلك تراثهما الحضاري الخاص. يقع سوق الكويت القديم في قلب المنطقة التجارية من هذه المدينة الحديثة. تعرضت الكويت إلى أمطار غزيرة يطلقون عليها سنة الهدى. في منتصف الليل هبت رياح نشطة تصاحبها أمطار غزيرة. معي سير رمضان كل أسبوع راح أعطيكم معلومة أربطها مع الطقس والمناخ. مرحبا فيكم في فقرة جديدة. فقراتنا تكلمت فيها في الفقرات الماضية عن كتاب عرب الصحراء، واليوم راح أكمل عن كتاب عرب الصحراء اللي كتبها هارولد ديكسون. هارولد ديكسون كان المعتمد البريطاني في الكويت وكتب هذا الكتاب، وكذلك ذكر في كتابه وفي جزء مهم جدا عن مناخ الكويت في تلك الحقبة ومناخ الجزيرة العربية. لذلك يعني شفت أنه من المهم أني أوثق لكم هذه المعلومات الغنية في عن مناخ الكويت، وفعلا هو مرجع لي كذلك لمعرفة ما هو تغير عن الطقس في تلك الحقبة. وأبدأ أن ديكسون بتصنيفه وبشكل واضح ودقيق عن الرياح السائدة في تلك الحقبة، تكلم عن رياح الكوز، تكلم عن رياح الشمال، وشرح بشكل كبير عنها، وكان يعطي ملاحظات دقيقة عن تلك الرياح وما لها من تأثير على المنطقة بشكل عام. وفيما يلي راح أذكر لكم بعض المسميات للمواسم والرياح المصاحبة حسب اختلاف الفصول. تدرون هو جزء فصول السنة، صيف 3 أشهر، خريف 3 أشهر، ربيع 3 أشهر، وشتاء 3 أشهر، وربيع 3 أشهر. وهذه الفترات تقريبية للرياح والمواسم السائدة في الكويت، ويمكن إلى الآن إحنا نتبعها يعني نتذكرها كذلك. واللي بدأها في فترة البطين، فترة البطين يذكر فيها المعتمد البريطاني ديكسون بأن يبدأ من 2 يناير ويستمر إلى 7 فبراير، ويذكر في أن في أيام البطين تبدأ الرياح الشمالية الغربية الباردة، وأحيانا تتحول للهواء الغربي وتستمر حتى أيام اللي هو فترة يعني البطين اللي يذكرها. فترة الثانية اللي قال كتبها قال فترة أيام العيوز أو العجوز. هذه التسمية تعود إلى برد العيوز اللي احنا نسميها والعجوز، اللي تبدأ في 26 فبراير، وإلى الآن احنا نقول برد العيوز يبدأ في 26 فبراير وتستمر إلى فترة 8 مارس، وهي نفس الشيء نذكرها. ولكن أنا أقول لكم الآن بسبب زحف الفصول تغيرت هالمسميات. وليش سموها برد العيوز؟ يقول سميت بهذه التسمية على المرأة العجوز، مرأة عجوز اللي طلعت وخرجت للبر بأن تظن أنها يعني أن فصل الربيع بدأ، يعني بعد فصل الشتاء، مثل ما هو يذكر يعني فصل الشتاء يبدأ في فبراير، يقول أن حست أن البرد خلاص انتهى وطلعت، ومنها يعني جزت صوف غنمها وطلعت إلى البر. ف
فرحانة أنها بتوكل غنمها وأن الربيع بدأ، وانصدمت من شدة البرد القارس اللي حاش المنطقة وقتل غنمها، وماتت هالمسكينة من هبات الرياح الشمالية الغربية القطبية السايبرية الباردة، واللي هي من أشد أنواع برودة، وهذا تصير بين فترات يعني بعيدة، حتى الآن في السنوات الأخيرة تصير عندنا. ولكن ذكرى لهم أن يعني موجات البرد قد تكون كانت أبرد من ما إحنا عليه، لأنه ما شنو في منطقة فاضية، إحنا الآن في بيوت يعني فيها دفايات، وحتى خيامنا فيها دفايات، ويقول أن هذه الفترة مرات الهواء البارد كانت تستمر لمدة 5 أيام، وأحيانا تتحول الرياح للكوس أو تكون رياح متقلبة حتى في فترات برد العجوز، واللي هي رياحها متقلبة في فترات مختلفة. وتسمى كذلك بعد هالفترة، وسمى الفترة اللي تي بعد برد العجوز اللي هي السهيلي، فترة السهيلي، واللي تبدأ من 15 مارس اللي هو شهر 3 إلى 10 أبريل، وهي رياح ثابتة حارة تكون تينا من الجنوب، هذا بذكر ديكسن، تي من الصحراء، وهي تستهل بفصل الصيف، يعني تعطي بوادر أوف الصيف راح يبدي مبكر. ولكن شو يصير بعد هذا الشيء؟ كانت الحرارة تنزل، فرياح السهيل من دام أنها صحراوية تينا من البر ترفع الحرارة بشكل كبير. وبعد هالفترة هذه كانت تينا أيام فترة بارح الثريا كما يذكرها، أو بارح السرايات، وتبدأ من 15 أبريل وتستمر إلى 27 مايو، ويقول إنها تبدأ برياح شمالية عنيفة تتحول مرارا وعلى نحو مفاجئ تتبعها رياح كوس أو العكس، يعني يبدي بالكوس وبعدين هو شمالي غربي، وهذا إحنا نقول عنه الآن الرياح الهابطة من سحب المزن من سحب السرايات، واللي تبدأ في رياح الكوس في بدايتها وتكون مو قوية وايد، ولكن الهواء الشمال الغربي كان ينزل وكان يهد كل شيء، لذلك كان البحارة يمتنعون من ركوب أو طلعة البحر في ذاك الوقت، وكان يقولون أن البحر أن الثريا تتعطش للقضاء على البحارة المساكين في هذا الموسم. وهذا اللي قاعد أقول لكم شنو كانت خطورة فترة البوارح والسرايات، وبعدها كانت تأتينا فترة البارح الجوزاء أو البارح الكبير اللي يبدأ من 9 يونيو إلى 16 يوليو، وفي أيامها كانت الرياح الشمالية الغربية بفعل منخفض الموسم الهندي الآن اللي بدينا نعرفه، وكان يستمر لفترة 40 يوم يسمونها الأربعينية أو الأربعين. وبهذا يعني ما بيطول عليكم وايد، لأن في فقرتنا الثانية إن شاء الله راح أكمل لكم عن هذه المسميات من كتاب عرب الصحراء، ومع السلامة. قبل 5000 سنة كان لجون الكويت وجزيرة فيلك تراثهما الحضاري الخاص. يقع سوق الكويت القديم في قلب المنطقة التجارية من هذه المدينة الحديثة. تعرضت الكويت إلى أمطار غزيرة يطلقون عليها سنة الهدنة. في منتصف الليلة هبت رياح نشطة تصاحبها أمطار غزيرة. معي سير رمضان كل أسبوع راح أعطيكم معلومة أربطها مع الطقس والمناخ. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وعن ارتفاع معدلات السمنة وضغط الدم وأيضا السكر تحديدا لدى فئة الأطفال والمراهقين أيضا يرتبط بطبيعة نواف. بناخذ فاصل ونرجع لكم أكيد.
حياكم الله بجديد مشاهدينا، وحديثنا في هذه الفقرة عن ارتفاع معدلات السمنة وضغط الدم والسكر لدى الأطفال تحديدا المراهقين، الذي يرتبط بطبيعة سلوكهم الغذائي ونشاطهم البدني، ويدفع هذا مجموعة من الباحثين بعمل دراسة، هذه الدراسة بعنوان سماكة الشرايين تحديدا وعلاقتها بإخطار أمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين ومن الصف الخامس والثامن والثاني عشر دائما. بسم الله عليهم. للتعرف أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي أحد الباحثين الأساسيين بالدراسة، الدكتور عبد العزيز الفرحان، عضو هيئة التدريس بكلية التمريض. حياك الله وصباح الخير. الله يحييك، صباح النور، مشكورين على الدعوة الكريمة، ونصبح بالخير على مشاهدينا الكرام. حياك الله، أنت اللي مشكور على تلبية الدعوة دكتور، وصبحك الله بالخير. وحديثنا حديث الساعة كما يقال، ما يمل ودائما يطرح هذا الموضوع، لكن في الجديد في الموضوع أن هذه الفئة من الأطفال، وإحنا هالأيام نعيش عطلة بدأتها مرحلة ابتدائي ومتوسط ومقبلين عليها الثانية عشر بعد، فممكن الموضوع يكون ساخن في هذه الفترة تحديدا عن هذا الحديث وعن السمنة المفرطة والسكر لدى الأطفال، وإذا ممكن هذه الدراسة تكتشف شيء مبكر مو متأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الدراسة مهمة لأنها راح تضيف لنا بعد جديد للمخاطر اللي احنا قاعد نشوفها أساسا في الأطفال عندنا على مدى العقدين ثلاثة في الكويت. مثل ما هو معروف في البحث العلمي أن معدلات السمنة مرتفعة وتتزايد عبر السنوات، وهم يعني الباحثين اللي أقدم يعني ما شاء الله لاقين هذه الأشياء وتراك معاها السكر. طيب هذه ريسك فاكتورز موجودة عالميا الحين، الأمراض القلب والشرايين الجهاز الدوري يعني هي المسبب الأول للوفاة عالميا، وفي الكويت المسبب الأول، وبالتحديد تليف أو تصلب الشرايين اللي دائما يرتبط فيه الإصابات في الجلطة. يلقونه في البالغين، نادر يلقونه في الأطفال، ولكن أمراض الشرايين ما تحدث في يوم واحد، تمشي في أو تحدث عبر السنوات. صح. لها عليها مؤثرات. ارتفاع ضغط الدم، السكر الغير مستقر، الكوليسترول، وهذه الريسك فاكتورز أو المخاطر تتعاظم وتصير أعظم إذا فيها سمنة. أكيد. السمنة دائما هذا اندبندنت فاكتور، إذا موجود أوفر ويت أوبيسيتي هذه الريسك فاكتور تصير أعظم. صحيح. معناتها إذا أنا ما فيني سمنة مو معناتها أني أنا ما عندي ريسك. إن أنا سليم. طبعا لان الريسكس هذه او المخاطر، عشان انا احاول يعني ان شاء الله اتجنب الانجليزي وايد. المهم ان ارتفاع ضغط الدم، انا ما ادري ان فيني ارتفاع ضغط دم الحين لانه سايلنت كيلر. نفس الشيء السكر الغير مستقر حسب وجباتي وضغوطي وكذي، ممكن انا بعد ما ادري اذا انا بري دايابيتك. بري دايابيتك يعني انا في المنطقه الرماديه، يعني انا مقبل على سكر مؤهل. طبعا الحين ايضا هذا من التركيز العالمي ان دورولنا اللي مقبل على إصابة بالسكر، هذا الشريحة يفحصون، هذا سكرينينج مطلوب. أيوة. الحين مطلوب. إن لما أحد يفحصونه أو يروحون مكان يفحصون في أشخاص مدرسة مستوصف كذا، لازم ينتبهون حق اللي للحين هو ما يعتبر مصاب بالسكر. لهم الحين كت بوينتس معينة تقول لا ترى هذا مقبل إنه يصاب. إذا شنو كل هذه المشاكل؟ عدم استقرار سكر الدم. نرجع مرة ثانية، ارتفاع ضغط الدم، السكر الغير مستقر، وأمور أخرى مثل الضغوط، هرمونات معينة وكذي، هذه دائما تسهم في تليف الشرايين عبر السنوات. تمام؟ حلو. فهذا ريسك فاكتورز يعني معروفة ويسمونها يعني أبسولوت ريسك فاكتورز، أكيدة في العالم. التغذية عاملها طبعا رئيسي. يعني احنا لما نقول نيوتريشن ستاتس وعامل التغذية، ان انا لما اكون والله عندي ريسك اني اكون اوفر ويت، وزني اكثر يعني 10% من المعتاد او 20%، فانا دائما عندي خطوره ان اصاب في ارتفاع ضغط الدم وعدم استقرار صحيح السكر. تفاصيل وايد دكتور، لكن نبي نعرف ما قبل الدراسه، شلون جت لكم فكره عمل هذه الدراسه؟ نعم، الفكره احنا اساسا نعلم ان عندنا سمنه الاطفال يعني معدلها عالمي وكبير، تمام، وعندنا ايضا نسبه من الاصابه في سكر الدم النوع الثاني مثلا، او النوع اللي يرتبط في البيئه والتغذيه وقله الحركه، ايضا في الاطفال قاموا يشوفونه في الكويت. صح. عالميا هم هذا ريسك فاكتورز خلاص اوريدي عندهم داتا فيها، لكن يبون يشوفون قاعده معلومات عنها. طبعا يبون تراك
الموضوع الاثيروسكروسيس طالما ان هذه المخاطر راح تحدث لنا تليف في المستقبل أي. احنا نجمع داتا من الطفوله الى البلوغ او ما بعد البلوغ جمع معلومات لهذه الفئه العمريه عشان اعرفها في المستقبل اذا كانت هذه مصابه في الدراسات القديمه اللي يسمونها بروسبكتيف او الكوهورت ستديز اللي سواها بكندا امريكا استراليا حتى بالهند تمام شلون يعرفون ويأكدون لنا ان تعال راقب الاطفال وسوي لهم سكرينينج خصوصا اذا عندهم اوفر ويت اوبستي لان اللي عندهم جلطه في هذا السن المعين ممكن عنده تاريخ ردينا في داتاتهم لقينا تاريخ بادي ماس اندكس او سكر بالضبط عشان شديد سأل دكتور يعني احنا طبيعي مثلا النظره البصريه المجرده متين يعني ممكن يكون عنده سكر متين ممكن يكون عنده امراض ريسك بالضبط اي لكن شخص لا مو متين ورياضي لا والله ما عنده مشاكل واموره طيبه الى ان يكبر هذا المفهوم راح يتغير مع هالدراسه احنا الحين نبي بس نوضح للمشاهد انا الحين عامل السمنه هذا عامل مستقل يعني اذا موجود تتعاظم عندي الريسك او المخاطر اذا مو موجود هم ممكن يكون فيني ريسك مو شرط السكريننج مطلوب بالنسبه للاطفال دائما الاحتمال اكبر اذا عندهم زياده في الوزن او سمنه فاحنا مثلا احنا قاعد نروح للمدارس قاعد ناخذ كل الاوزان قاعد ناخذ بالعموم الصف او الفئه كلها مو بس قاعد ننقي الاوفر ويت والاوبيس وتحديدا من اي سن 8 سنوات طبعا حسب ما يلقون تلقى دراسات ان هذه الريسك تبين بين سن 9 و12 او عند المين ايج 10 اللي يصير فيه تحولات في الليبيدز لانه بيصير عندهم ترانزيشننج للبلوغ تمام لدخول مرحله المراهقه يعني من الطفوله الى هذه نهايه الطفوله البوابه اللي راح يدخل فيها بالضبط ادلسنس تمام فهني يصير عندهم ايضا يلقون عندهم ارتفاع ضغط الدم اعلى من لما يدور بست سنين سبع سنين ثمان سنين فالتركيز على الفيفث جريدرز او الصف الخامس البوابه هذه من 9 ل 12 هي البدايه طيب شفنا احنا هني ريسك زين الدراسات العالميه تقول ممكن الاناث او البنات يكون عندهم ليبيدز اعلى من تمام فسيولوجيا غير عن البويز زين اذا رحنا حق 14 ل 18 لا والله دراسات تقول ممكن البويز يكون عندهم ثيكنج شرايين او سماكه اكبر من الجيرلز تمام وممكن الليبيد تظل عند الجيرلز شويه زين اذا راحوا عند اليونج ادلت او عند الكوليدج احنا قاعد نطبقها ايضا في الكليه على اليونج ادلتس فاحنا ماشيين من الابتدائي الى الكليه حلو. شو راح نلقى هناك؟ هناك عاد ممكن يتساوون وتدخل الفاكتورز اللي قاعد نتكلم عنها. أيوة. إذا هو عند بري دايبيتس أو ضغوط تمام؟ يورك أسيد. شو الأسباب بالضبط؟ أي. أنا قاعد أحاول أوصل لك أن الريسكس مع البالغين تصير متشعبة أكثر. مع الأطفال حالياً ما راح نلقى والله في هايبر تنشن عنده ارتفاع ضغط الدم. عنده سكر ولكن إيش كثر الثكنس؟ تمام ونقارنه بالاوفر ويت والاوبيس والبويز والجيرز البنات والهذا حتى المفردات دكتور لو تصير بالعربي تكون اوضح للمشاهد الكريم باللي تفضلت فيه نعم احنا الحين حاليا نبي نشوف السماكه في الثلاث فئات الشرايين الابتدائي والمتوسطه والثانوي حلو نبي نشوف هذه كيف تختلف وهل بيصير في تعاظم فيها وتزايد بنشوف الفرق بين الاولاد والبنات بالضبط في هذا السن تمام اوفر اول بنشوف حق يعني بشكل عام للي عندهم زياده في الوزن او اوبيسيتي او السمنه ايوه وين نلقاها اعلى شيء حلو وشلون مأثره هذه العوامل كلها على سماكه الشرايين وين راح نلقاها يعني مثلا بالابتدائي بقول انا بوصي بعد ما والله جمعت العدد المطلوب والله احنا نشوف ان اذا لقينا اطفال عندهم مثلا زياده في الوزن كذي نسوي لهم سكريننج خلاص اوتوماتيك في مثلا شرايين الرقبه الكاروتيد اللي احنا قاعد نسوي نفس الشيء في مرحله المتوسطه فهذه النتائج اللي احنا بنوصل لها مفروض تورينا وتعلمنا شلون نبدا نحدد احنا توصياتنا حلو. او نوري على الاقل في الكويت الشريحة عندنا في دراسة محلية وتصلح لي تعلمنا إيه على الأقل بداية يعني مثلا أنت تعطيني توصيات من دولة معينة على بابليشن مالتهم أو شريحتهم أو مجتمع ممكن ما ينطبق عندي أنا صحيح. ممكن أقل صحيح. عندي أو أعلى منهم أنا راح تنفعني هذه الدراسة إذا أخذت فيها سامبل تمام أو شريحة تمام عدد تمام ونوعت
في السن راح تخليني شويه اخذ تصور اكبر او تصور شويه يعني ادق ويصير كلامي شوي شامل وممكن تصير على قولتهم معممه. حلو دكتور عبد العزيز، نبي نعرف هل هذه الدراسه تم اعتمادها عفوا من وزاره الصحه ولا للحين؟ طبعا هذا النوع من الدراسات اللي يكون فيها اجراءات جسمانيه واخذ عينه دم وسونار وكذي لازم يمر على وزاره الصحه على اللي يسمونها يعني لجنه الابحاث وكذي الاثكس على اساس انه يشوفون يقرون ايش راح تسوي واجراءاتك شنو فائدتها اصلا يعني الهدف منها والنتائج المرجوه. وافقوا الحمد لله يعني اعطونا الدعم وافقوا يعني تحمسوا. ثم نروح وزارة التربية. وزارة التربية نفس الشيء. يعني لك جهتين، جهة وزارة الصحة وجهة وزارة المدارس لأنه ميداني. تدخل المدارس. نفس الشيء لازم وزارة التربية توافق. بالضبط. وأيضاً يمرون في المشروع كله. والحمد لله أيضاً وافقوا. حلو. الآن تمت الموافقة دكتور. أي نعم. ونزلت الميدان وشفت المدارس وشفتوا هذه الفئة العمرية في المدارس. عشان نختصر أي ورحنا للميدان وبدأنا نلتق مع المدارس. حلو. المدارس والله يعني ساعدونا اللي سوفار رحنا لهم إلى الآن. إحنا في البداية قطينا تقريبا 411 طفل إلى الآن عندي داتتهم. رقم كبير. مع تحديات هذا سويناه الفصل اللي طاف. مع تحديات العطل كان تذكرون. عطل كثيرة. صحيح. تمام. صحيح. تنسيق المواعيد مع المدارس. بالضبط. عندنا إحنا الفريق مالنا من طلبة التمريض اللي أيضا عندهم التزامات كان شوف على الشاشة أيوة أكاديمية. فإحنا هذا المشروع كله يقومون فيه طلبة التمريض اللي ندربهم بالكلية. طلبة التمريض اللي يكونون ليفلز عالي، يكونون ليفل 5 ليفل 4 دائما ناخذهم لأن هذول أوريدي أو أساسا يطلعون مستشفيات يضربون في المستشفيات وفي المدارس. إحنا نضيف لهم موضوع شلون شنو يعني سونار شنو كاروتيد وليش إحنا بنسوي هالدراسة وشلون نقوم بالأسسمنت ندربهم بالعيادة عيادة التغذية عندنا في كلية التمريض. طيب أنا ودي أسأل عن لما كنتوا في الميدان الاختيار يعني أنت تشوف الطالب هذا يصلح لا والله أنت ما أبيك أنت أبيك أنت كذا وفق معيار معين علمي أكيد دكتور. إحنا الحين وإحنا داخل الكلية عارفين أن هذا الطالب من هذا الليفل مفروض عارف كل مثلا أمور الأمراض دارس الأمراض والأدوية والفسيولوجي ويا أنا مستقل. طالب طب التمريض. طيب التمريض اي وطالع الميداني يعني عارف شلون يحتك مع الجمهور وممكن راح مدارس عارف الاطفال. بقى الستاندردز اللي احنا نستخدمه معايير ان شلون نجري احنا البحث على اطفال. الستاندردز العالمي هذه ندربه عليها في العياده. فتكون سهله بالنسبه له وعلى طول يطبقها لانه هو مهيئ. حلو. سعدنا جدا بحوارك دكتور وعسى الله يوفقكم ان شاء الله في كل دراساتكم الميدانيه والعمليه. شكرا على الفرصه ومشكورين. مساء المباركة دكتور. مشاهدينا كل الشكر ضيفنا الكريم الدكتور عبد العزيز الفرحان عضو هيئة التدريس بكلية التمريض. فقرة عندنا شنو الفقرة؟ عندنا تقرير تأكيدا على دور الهيئة العامة للبيئة بنشر الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع. قامت الهيئة العامة بالاحتفال بالبيئة وتقديم ندوة توعوية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك بهدف نشر الوعي البيئي للمعلمات من أجل الحصول على بيئة سليمة. يحتفل العالم في كل عام بيوم البيئة وكان احتفال هذا العام تحت عنوان التغلب على التلوث البلاستيكي. مشاهدينا خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير مع زميلتنا هديل الفضلي. صباح الخير مشاهدينا. شهر يونيو يطلق عليه الشهر البيئة تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي.
اليوم مشاهدينا أخذناكم جولة، وهذه الجولة تنوعت بين الفقرات واللقاءات الحوارية ما بين علوم البحار، وأيضا حديث عن مؤتمر المرأة، وحديث ختام اللقاءات قبل شوية دانا عن الأطفال وهذه الدراسة الميدانية اللي تمت ل 400 تقريبا طالب وطالبة عن أمراض القلب. أكيد احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، نودعكم ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا كويت باكر من الساعة 8 للساعة 11. مع السلامة ويعطيك العافية نواف. يعطيك العافية دانا. مشاهدينا شكرا لكرم المتابعة، وصلنا بكم للختام ونلتقي إن شاء الله باكر، ومع السلامة.